مقبل وكان له القبول الكبير من الجميع بفضل الله سبحانه وتعالى. والآن هي موجودة المحاضرتين داونلودد وصلت على الفيسبوك في high quality, high definition, high quality. فلمن فاتته المحاضرة أمس ممكن أن يستمع إليها فيما بعد. أما محاضرتنا اليوم فهي عن أولادنا في كندا. جنينا عليهم أم إلى النجاح هديناهم؟ قبل قليل في الطريق كان الدكتور أمجد قرشة على الهواء مباشرة مع المتابعين وسألني هذا السؤال حول أهمية المبنى المدرسي إلى الإسلامية. فذكرت له وكان موافقا على ما قلت بأن الآباء عندما يأتوا إلى كندا يشعر بالأمان والراحة ولا يوجد أزمات طعام ولا صحة ولا أكل. فنحن يعود اسمه أن تمتع بالاستقرار وتبقى الوصفة موضوع الأولاد. هل يضيع الأولاد أم نحافظ عليهم؟ فهذا هو سؤال كبير جدا ولا أجوبة وله أدوات من أجل الحفاظ عليه. لكن كما ذكرت لابد من التعريف بالدكتور أمجد وأطلب من الأخ ياسر. دكتور ياسر الله يجزيكم خير. الدكتور أمجد قرشة جزاك الله خير يا دكتور. كما كان السلام ورحمة الله. أول شيء مرة أخرى أشكر إدارة مدرسة الهدى والجالية كلها هنا. ما شاء الله أمس كان في بعض الضيوف اللي أتوا من ساسكاتون وبعض قد يكون المدن الأخرى لا أعرف أسمائها. أخوكم في الله ياسر أبو طه طبيب أسنان وأعمل في أونتاريو في مجال خدمة الجالية والمساجد والمراكز الإسلامية والتسويق الطبي. تجربت بصحبة الدكتور أمجد إلي قرابة السنة ونيل ولفينا مدن عديدة ويا لها من صحبة بفضل عز وجل وكأنها سجارة دعاء الوالدين. صحبة العلماء والدعاء هي أفضل طريقة للتعلم فنتعلم من أخلاقهم ونرى تطبيقهم لما يؤمن به ويظهر منهم سبحان الله كسلوكيات أكثر وأفضل مما نسمع من محاضرات أو نقرأ من كتب. فهذا فضل الله علي وعقبالا للجميع. الدكتور أمجد قرشة ما شاء الله خريج بكالوريوس شريعة وأصول دين من الجامعة الأردنية والجامعة الأردنية يعني من أقوى جامعات الوطن العربي ومن أقدمها. وخلص ماجستير تفسير من نفس الجامعة ودكتوراه في مقارنة الأديان من بريطانيا جامعة برنهام. ست سنوات ونصف قضى فيها وثقلت فيها لغة الإنجليزية وتعامل مع الغرب وما شاء الله يعني وتعرف على كثير من الأشياء اللي إحنا سبحان الله هنا في كندا الآن نستفيد منها من تجربته الشخصية. ومنذ حتى منذ أن كان طالب في بكالوريوس وهو يسافر دعوة في سبيل الله فما ترك تقريبا دولة معروفة يعني أكثر من 280 مدينة في حوالي 150 أو 140 دولة. 26 دولة دكتور. كم دولة؟ 26. 26 آسف. 26 دولة 280 مدينة. قام فيها محاضرات من أقلها من يوم إلى بعض الأحيان أشهر. دكتور ياسر 281 مع الرجال. 281 ولا حاسبهم دكتور؟ لا مع الرجال جاينا 281. جزاك الله خير. نعم. طيب. 281 مدينة. الله يجزيكم خير. لا حقيقة هذه حتى نعيش تجربة الدعاء. ومن البرامج الرائعة ومشهورة إله لمن يحب أن يتابعها وجميلة جدا احسبها صح. كثير منا يعني we enjoyed it يعني احنا استمتعنا بها بشكل عجيب. دقائق معدودة فيها رسالة هادفة بأسلوب لم يسبقه أحد فيه بين الفكاهة والمرح والجدية والأصول و direct to the point. تمام خصوصا الحلقة تعجبني فايعة وفايعة شفهاش يشوفها تجاربه مع الجامعة والطلبة جميلة. يقول عنه أكثر كلامه محاضرة اليوم لن أطيل لكن تابعوه على صفحته. الآن هو موجود في كندا وإن شاء الله سنزوركم مرارا وتكرارا في برامج سنعلن عنها إن شاء الله يمكن آخر الحلقة اليوم ونسعد بوجودكم وبوجودكم. جزاكم الله خير وتقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله يجزيك الخير. جزاكم الله خير. بارك الله فيك دكتور ياسر دكتور أيمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم. اللهم وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فجزى الله خير الجزاء من كان سببا في وجودي معكم، من كان سببا في هذا الصرح العلمي الخيري مدرسة الهدى، من أسهم، من دعا، من دعم، من عمل، من سهر، من وربما نعلم بعضكم وربما لا نعلم الآخرين، لكن يكفيهم شرفا عند الله أن الله مطلع ويعلم كل من قدم خيرا لدينه العظيم. فجزاكم الله خيرا. طبعا أنا أكرر، أنا ما أدري دكتور أيمن هل أنت الذي صغت كل عناوين الكذا أم هناك غيرك، لكن عناوين عجبتني جدا جدا أنا، يعني عملت كليك عندي هيك. والله فعلا. أولادنا في كندا، جنينا عليهم أم إلى النجاح هديناهم؟ أنا محاضرتي عبارة عن إجابة على سؤال قدم لي. أنا أقف بينكم الآن لمدة ساعة أو ساعة إلا كم من دقيقة لأجيب على سؤال، هل وجودي مع أولادي في كندا جناية أؤثم فيها عند الله أم هو باب للخير فتحه الله لي ولأولادي؟ الآن أنا كإنسان الله يكرمكم أكاديمي جامعي في تسلسل منطقي عند إجابة على أي سؤال. طبعا هذا السؤال ما أتى إلا نتيجة إشكالية، يعني بالمنطق العلمي لما واحد يتساءل إحنا آثمين عند الله ولا مأجورين؟ طب ليش يا شيخ؟ مع تضارب الأسماع وهناك من يحرم أصلا فكرة السفر والعيش في الغرب من أساسها، وكلكم سمع بطريقة أو بأخرى، وهناك من يشعر أصلا بعقدة الذنب في وجوده بالبلد أصلا حيث المبدء أصلا بناء على فتاوى معينة، سياقات معينة، وهذا أمر علمي يحتاج إلى تفصيل وتأسيس وتأصيل حتى نفهم، زي ما بيقولوا إحنا باللهجة العامية الأردنية بيقولوا تعرف راسك من رجليك. You need to know what is what and who is who. تحط النقاط على الحروف. أما إذا ألقيت الكلمات على هذا وتسببنا في لا في إشي اسمه نقاط على الحروف. فأنا دوري الآن أن أبذل جهدي بما فتح الله علي، أنا أقوم بنقل فهم، معرفة، معلومات، اطلاع، أقوم برسم صورة وأعطي تصورا من شعر فيه بالخير والفائدة فأسأل الله أن يتقبل منه ويعينه عليه، ومن لم يستفد فأكون هذا سببا في تقصيري. وكما قلت أنا عندي دائما تحدي وبعيده، ينبغي للمحاضر الناجح، للمدرس الناجح، للمعلم الناجح ألا يخرج من يستمع إليه من المكان إلا وقد خرج بغير ما دخل، فإذا خرج بمثل ما دخل فلا فائدة من المحاضر. وهذا تحدي ينبغي على كل من يقف مخاطبا ومحدثا مدرسا معلما أن يضعه نصب عينيه. لا يجوز للمستمعين أن يخرجوا كما دخلوا، ولا يجوز والعياذ بالله أن يخرجوا مشوشين أكثر مما دخلوا، بل ينبغي أن يخرجوا بفائدة ولو قليلة. لذلك التحدي الذي أضعه أمامي أنا هو الإجابة على إشكالية أنا إيش أضعي مع أولادي أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك دعونا الآن نسير مع بعض في رحلة، هذه الرحلة رحلة تأصيل وبناء مفاهيم وتوضيح تصورات، ماشي؟ وبعد ذلك إن شاء الله يكون عندنا جلسة الأسئلة والأجوبة. الرسالة الأولى، في عندنا قاعدة شرعية بتقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني لا يجوز لك أن تحكم على شيء سلبا إيجابا جيد طيب خير شرير إلا لما تتصور وتفهم عما تتحدث. يعني تخيل لو أجيت قلت لكم سألكم السؤال التالي وأشوف مين الذكي اللي راح يجاوبني إياه، اللي بيعرف الجواب قبل ما يجاوب يرفع إيده، اللي بيعرف الجواب قبل ما يجاوب يشوف عمال يرفع إيده. هالسؤال هو الآن يبتدئ السؤال. I quote: أستحلفكم بالذي رفع السماوات بغير عمد، بأي حق تذهبون بأولادكم إلى SSNH؟ مين بيعرف الجواب؟ بسرعة ارفع ايدك، ارفع ايدك بسرعة، ولا واحد. شو هي SSNH؟ اكزاكتلي. شو هو الحفنكليش؟ طب بالطعم ولادكم حفنكليش ليش؟ السؤال المنطقي الذي يرد علي به ايش هو؟ هذا شرط اسمه عربي. عربي.
السؤال المنطقي الآن، ما هو الاس اس اس اطعج اج وما هو الحفنكليش؟ أعطني تصورا حتى أحكم. أنت غير مدرك للتصور لما أتحدث. على فكرة أنا اللي حكيت عنه الاس اس اس اطعج والحفنكليش أشياء لا معنى لها، لذلك لا يوجد لها تصور عندك، لذلك لا يستطيع أن تحكم، فما في إجابة. النونسنس الآن، هذا معنى قاعدة إيش؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. بمعنى لما أجي أقول لك يا أخي برأيك الآيفون أحسن ولا الأندرويد such as مثلا فرضا شو اسمهم السامسونج ولا الإل جي ولا الهواوي، عندك تصور مبدئي؟ 100%. طبعا الكل عنده تصور، لا بترفع ايدك، بنختلف، بناخذ نعطي، انه عندك تصور ايش يعني جهاز ذكي، ايش يعني الى اخره، هذا مقول فرع تصور. فلما نيجي بدنا نقول اولادنا ضيعناهم ولا ما ضيعناهم، لازم يكون عندي تصور واضح عن متعلقات المساله، ايش الاشكاليات اللي فيها عندي، ايش الصوره واضحه. اذا الصوره مش واضحه، النقاش بينك وبين نفسك وبينك وبين غيرك سيكون عقيما لا فائدة له. أنا دوري الآن أضع التصور الصح اللي نبني عليه الحكم. فمهمتي إيش؟ رسم التصور الصحيح اللي ننطلق منه في الحكم. بعد ذلك ديروا بالكم لن يكون حكما واحدا. بدي أقرب لكم الصورة. أنا الآن لو أني طبيب أو صيدلاني أو بوث دكتور صيدلاني، وانتو طالبين مني احكي لكم عن بعض الادويه اللي لها علاقه ببعض الامراض، انا دوري اني اجي اشرح لك عن علاقه الدواء بالجسم، واعطيك فكره عن اهميه الدواء وخطر الدواء، واعطيك فكره عن الكونتراديكشنز والكلاشز اللي بتصير بين بعض الادويه لبعض الامراض، واعطيك بشكل عام الرينج الواسع من انواع الادويه والفروق بيناتها. بس بعد ذلك قد أكون قادراً أجي أقول أنت بالذات أو أنت بالذات لا يصلح لك إلا هذا الدواء من كل الأدوية اللي حكيتها، وأنت بالذات هاي الأدوية كلها ما بتنفعك، أنت فقط هذا الدواء. التصور من فوائده أنه كل واحد يعرف إيش الدواء المناسب إله من نفس التصور، لأننا ليسنا جميعاً في ظرف واحد. أنا عم بأصل المسألة الآن، النقطة التي تليها. طيب تصور البسيط، لو سألت السؤال لنفسي، وأنا أوردي فعلا سألت السؤال عم بحضر لنفسي، ما هو تصورنا لعلاقتنا مع أولادنا؟ مش إحنا السؤال كلياته أولادنا ضيعناهم فبالتالي إحنا وضعنا كارثة عند الله ولا هديناهم؟ فالكور بوينت للبحث تبعتنا إيش هي؟ أو علاقتنا بأولادنا، صح؟ هنا نقطة الانطلاق، العلاقة، إيش تصورنا؟ فأنا وجهة نظري كإنسان له علاقة بالبحث الأكاديمي العلمي المتعلق بالدراسات الإسلامية، أزعم، طبعا كلمة أزعم باللغة العربية هي من باب ألا ألزمك بما أعتقد، لكن أنا في داخلي أعتقد، ماشي؟ لكن حتى لا تكون ثقيلة، أزعم أن المسلم المؤمن إذا كان صادقا في إيمانه فينبغي أن يكون تصوره لعلاقته مع أولاده ما يلي، ألخصها بآية واحدة بنطلق منها. الآن ابتدأت ببناء التصور، لم أنهي، أنا ابتدأت بليش، أنا حفرت وعم بحط الأساسات الأولى. الأساس الأول، إن كنت مؤمنا، وأسأل الله أن نكون جميعا في هذه القاعة ومن يسمعني من المؤمنين، فإن كنت كنت كنا كنت كنتن كنتم كنا كل مؤمنين، فينبغي أن تكون علاقتنا مبنية على الرسالة الإلهية التالية. الله سبحانه وتعالى في سياق وصفه أو قبل الهدف قلت أنا تصوري وعلاقتي أن هدفي في الحياة ينبغي أن يكون أني أنا وذريتي يجب أن نكون من أهل الجنة، نقطة. اللي هذا التصور مش عنده، أنا أعتقد فيه إشكالية كبيرة جدا في فهمه للإسلام. إذا أنا لساتني مش عارف إنه هدفي الأكبر أني أنا وذريتي ينبغي، وبذل الجهد الأقصى إنه هدفنا النهائي كلنا مع بعض نكون في الجنة، عندي خلل في التصور، معناته في مشكلة كبيرة جدا. أنا something else، something else من إيش؟ من الفهم الإسلامي. قد أكون أنا عبارة عن خلطة علمانية على ليبرالية على إسلامي وأنا ما معيش خبر. طب واحد بيقول لي لا يا دكتور اتق الله يا زلمة كلنا مصلين،
أنا ما عم بناقش الصلاة. ففي مصلي عنده خلطة علمانية ليبرالية مادية إلحادية إسلامية، كوكتيل، يو نو كوكتيل. على فكرة في إسلام طبعة، في إسلام طبعات، في طبعة من الإسلام اسمها طبعة الكوكتيل، ساعة لدينك وساعة لربك، هاي شو اسمه؟ طبعة خاصة من الإسلام. بعد العشاء افعل ما تشاء. إيش هذا؟ هذا هذا هاي طبعة إسلامية صحيحة. بعد العشاء افعل ما تشاء، طبعة إسلامية صحيحة. هذا كوكتيل خاص هو اللي حط الخلطة تبعته، هاي الخلطة ليست الخلطة الربانية والله. ففي طبعات من الإسلام، دور من مثلي أن يعيد التصور الصحيح، هذا أزعم ينبغي أن يكون الهدف. طيب خليني الآن أرسم التصور من أين أتاني. أنا الآن واقف عم بتحدث باسم الإسلام، أنا مش جاي أحكي رياضيات عفوا، ولا جاي أحكي فيزياء، ولا جاي أحكي عن تنمية بشرية، جاي أحكي عن إشي، عن قال الله وقال الرسول، تصور إسلامي واضح، مش مخبي هويتي، مش واقف أقولكم اسمعوا. أنا جاي أقولكم كيف تكون سعيدا في حياة الدنيا، وعندي هيدن أجندة بدي أحولكم للإسلام، زي ما بيعملوا بعض المبشرين ببعض الأديان، بيجي على إنه طبيب، بيجي على إنه مش عارف كذا، هو من تحت السجادة شغال بإشي ثاني. لا 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 بوضوح عين. ياهو اللي ما سمع يسمع، واللي ما بيعرف يعرف. أنا أفتخر بديني وأفتخر بإسلامي وأفتخر بعقيدتي، وأعتقد وأزعم وموقن أن الإسلام هو دين الحق، وأنه آخر الأديان، وأنه ملاذ البشرية، وأنه حل كل مشاكل البشر مش بس المسلمين ولا العرب على وجه الأرض، وأنه الدين الخاتم بعد أن أنزل الله دينا واحدا بشرائع مختلفة من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، وكل من سبقنا من البشر واتبع نبيا قبلنا كان مسلما مؤمنا، ونسميه أخا وأختا لنا في الإسلام والإيمان. إحنا الطبعة الأخيرة من دين الله الواحد، لم يتغير عقيدة ولا قيما، تغير بشرائع خاصة. الدين الخاتم، في عندنا العهد القديم، العهد الجديد، العهد الأخير، Old Testament, New Testament, Last Testament. إحنا عندنا Last تبع البشرية اللي بيختم، هذا منطلق. فأنا مش مخبيه ولا ينبغي لأحد منا أنه يخبيه أصلا، فبدنا نكون واضحين بالصورة. الآن بدي أجيب الأدلة من هذا الدين العظيم، كيف أبني هذا التصور، من أين أتيت بهذا الدليل. الله يكرمكم، اللي معه أو معها طفل عم بسمع الصوت هذا، جدا 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 أشوش إذا في طفل بيضل يصيح، بعرفش أركز، فتساعدوني في الموضوع. الله يكرمكم، جزيكم الخير، جزاكم الله خير واعذرونا. الآن الإشارة الأولى أو الدليل الأول، قول الله تعالى، وركزوا معي، إذا طلعنا بس بفائدة صغيرة قد تنقلب حياتنا إيجابيا بإذن الله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيش؟ لاحظوا، بإيمان. ركز، أنا بس بنقل الآن، أنا عم بنقل فقط، أنا عبارة عن ناقل، أنا جسر عبور مش أكثر، كلام لله مش إلي. ما عم نحط الشروط، مش حكيتكم في تصور؟ التصور الصح بدي أبني عليه الحكم، بس لازم يكون تصور صح. عم بحط الشروط الإلهية للتصور الصح الآن. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، هو الموضوعنا، بإيمان. لاحظوا، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، مش راح يضيع عليهم شيء، كل امرئ بما تمنى رهين. صح هيك الآية؟ لا، طب تفسير عصري التوقيع محمد شحرور، شو رأيكم؟ از اكزامبل يعني، تفسير عصري بصير؟ هو على خاطر ابوك يا محمد شحرور، ولا على خاطر جماعتك، ولا كذا؟ ربنا قال كل امرئ بما كسب، مش بما تمنى ولا بما احس ولا بما شعر، ربنا قال بما كسب. والكسب ايش؟ عمل، كسب عمل. Action, attitude. كل امرئ بما كسب رهين. ربنا عم بيحط لنا الأساسات. إذا بدك ذريتك، ولا أعتقد أن أحدا منا لا يريد، بل كلنا نريد أن ذريتنا وأحباءنا كلهم يدخلون معنا ونكون إحنا من أهل الجنة. طيب ربنا عم بيحط لك القاعدة الأولى، والذين آمنوا، فالشرط الأول شيخ لا تتدخل بالقلوب،
أنا المهم تعرفوا جماعة مشكلة القلب الأبيض هاي بعدين بحكي عنها. المهم موضوع نيجي عن الإيمان. ربنا قال والذين آمنوا واتبعتهم. طب الاتباع على الهوى هيك بيجي؟ يعني أروح بآمن وبقعد بعزل نفسي مشان ذريتي تتبعني بإيمان؟ في أشياء كثير بدها تنعمل مشان يمشوا على خطي. في شيء اسمه تربية، توجيه، غرس قيم إيمانية. وإحنا قاعدين في مدرسة ديروا بالكم، شوفوا تربية توجيه غرس قيم، موديلينج إكزامبل. عذرا سيدي لا أستطيع أن أسمعك ففعلك أقوى من صوتك. Sorry sir I can't hear you. Your action is louder than your words. في عندي منظومة بتخلي الاتباع يحصل. الاتباع ليس فلسفة ولا تمنيا، ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به. قاعدة مش أنا اللي حطيتها، ربنا سبحانه وتعالى. فوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. بالأخير كل امرئ بما كسب رهين. أنت مرتهن، مرتبط، محبوس. اللي بيحدد موقفك ووضعك وكيانك كله إيش؟ كسبك. هاي الرسالة الأولى. أنا عم بصنع التصور، أنا عم برتب الأساسات التي تصنع التصور. طبعا عند موضوع الإيمان خلينا نحل إشكالية بسيطة جدا. للأسف انتشر خطأ فهمها عند كثير من الناس للأسف. ألا وهي كثير من الناس كلمة إيمان بوقفوها وين؟ عند منطقة القلب، نقطة، بربطوهاش بالأكشن. شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من قال لا إله إلا الله موقن بها دخل الجنة. بدك تفلسف عن النبي أنت؟ بيجي بيحكي لك أصحاب اللي بدوروا البيك أند تشوز، جماعة قرمز ونقي. بتعرفوا قرمز ونقي؟ في بيك أند تشوز، بنقي بيجي لي طاولة الإسلام العظيم اللي ربنا حاطط لنا عليها 50 آيتم، بيجي بوقف ولله المثل الأعلى، بيعجبه من الخمسين آيتم سبعة ستة أربعة، بتأخذ هاد، بتأخذ هاي، بياخذ هاد وبيعمل طبعة خاصة في الإسلام عنده ماشي وبتعجبه. طب بس مش على خاطرك ولا على خاطري، ربنا اللي صمم. تأخذها either you take it or leave it، فيش فيها بيكان تشوز مع ربنا سبحانه وتعالى. ليش بحكي هذا الحكي؟ لأنه كثير من الناس لأسباب عديدة جدا للأسف صار الإيمان عندهم في القلب والقلب فقط، ما يروش دخل في الأكشن. خدوا هالمفاجأة. الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه الله يقول قابلت ألفا من الشيوخ. ديروا بالكم كلمة شيوخ عند البخاري مش زي كلمة شيخ عندنا هسا. تعرف لما البخاري يقول شيوخ عن مين بحكي؟ كبار 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 علماء الأمة الإسلامية من تابعي 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 الصحابة. فكلمة شيخ تعني كبار العلماء. احنا عندنا أي واحد عنده لحية ولو أربع شعرات يمين أربع شعرات على اليسار وصلى إمام بالناس بنسميه شيخ؟ لا، لا هذا المقصود في السياق. قال قابلت ألفا من الشيوخ كلهم على أن الإيمان قول وعمل. هذا إيش بحكيها؟ بدنا نصحح مفاهيم. أنا أجاي أصحح مفاهيم وتصورات، لأنه أنا عملت حلقة على برنامج أحسبها صح سميتها جماعة القلب الأبيض. سبب الحلقة إني تعرضت أكثر من مرة للقصة التالية، أجملها بمثال مثال بيعبر عن كل باقي الأمثلة. جاءتني طالبة يوما قالت لي دكتور، انتبهوا أنا أم كوتينج هسا عمالي بقتبس كلامها، بتقول لي دكتور صح أنا مو محجبة وصح أنا ما بصلي وصح أنا عندي بوي فريند وصح 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 وصح، ولكن أنا قلبي أبيض وما بكذب والله بيعرف. نقطة، ركز معاي، قلبي أبيض وما بكذب. هي قررت وحصرت انه الموضوع انتهى بين عدم الكذب والقلب الابيض وذات سيت. فانا كان ردي بالمضمون عليها وعلى عشرات سالوني نفس السؤال، قلت لهم يا اختي الكريمه مشان اللي خلقك ممكن تفهمين الوصفه كيف شكلتيها هاي انت؟ طيب الله يجزيك الخير، الله يتقبل منك، يعني انا راح ازعل انه انت قلبك ابيض؟ يا ريت الله يوصلنا لبياض قلبك. حلو، رائع انك لا تكذبين، رائع، لكن بدي تفهميني الذي امرك بعدم الكذب هو نفسه الذي امرك بوجوب الحجاب. ممكن تفهميه عقل القاصر، ما القاعدة، ما الكرايتيريا، ما المبدأ الذي اعتمدت عليه في أن تقبلي عدم الكذب قانونا رائعا من الله وترفضي وجوب الحجاب قانونا
غير مقبول من الله، ايش الاساس؟ انا بدي افهمه، لان اذا في قاعده شرعيه مقبوله انا نفسي بدي. بسم الله، يبدو البطاريه احتمال، مش مشكله انا بكمل. البطاريه لا اظن بطاريه. طيب خليها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ممتاز ممتاز. طيب اعطيك اياه اذا بتقدر تفكه من هون عفوا عشان ما اشيل عن راسي. جزاك الله خير. طيب وين كنت انا؟ جمعت مين؟ القلب الابيض. فانا كنت بحكي لها على، طبعا انا ليش ربطوا هذا الموضوع؟ بدي اسال كل حدث عم بربطه بموضوع فهم الايمان. فعلى اي اساس؟ شو الاساس اللي اعتبرتي انه وجود صديق او بوي فريند والحجاب امور ما لها علاقه بربنا بينما الكذب الى ما هو؟ هذا اللي امر، هذا هو نفسه الذي امر بذلك، فهو عمليه الفصل. هذه خلينا نسميها الرساله الاولى في تصحيح التصور. الآن نقطة ثانية، لاحظوا الرسالة الرائعة جدا ربنا سبحانه وتعالى علمنا إياها في القرآن الكريم. وكان أبوهما صالحا، جاءت في أي سياق؟ كثير منكم ربنا أكرمكم تقرأ سورة إيش؟ الكهف يوم الجمعة، وهي بتعرف من السنن المؤكدة عندنا قراءة سورة الكهف. قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، وكلاهما نبي بالمناسبة، مش نبي يتعلم من عبد ولي صالح، فبالتالي سيدي الشيخ بيعلم أكثر من النبي، ديروا بالكم. الخضر نبي وموسى عليهما السلام أنبياء، بعث الله نبيا يعلم نبيا. تصحيح هيك على الهامش هذا، مشان ما يجي واحد ببعض الطرق الصوفية المنحرفة بيقول لك أولو العزم من الرسل ربنا بعثه تعلم من الولي، انت جاي تتفلسف يا شيخ، فالشيخ سيدي الشيخ اللي انا بتعلم على ايدي الله فتح عليه، فبالتالي بفهم اكثر من الانبياء وبغير لك الشريعة الإسلامية. دير بالك، بعث الله نبيا يعلم نبيا، نقطة برا الموضوع بس لأنه مرينا عليها. نقطة الآن لاحظوا في أي سياق جاءت؟ جاءت في سياق أن نبيين أحدهما من أولي العزم من الرسل بعثهما الله، يا جماعة بعثهما الله ليعملا عمال بناء بالطين والتراب والحجارة من أجل شخصين طفلين لم يبلغا ولم يكلفا وليس محاسبين، مشان خاطر والدهم اللي ما بنعرفه ومغمور وما حدش عارف من اسمه إلى الآن وهو في قبره، بعث الله نبيين ليعملا عمال بناء لأنه كان صالحا. أنا عم بأسس التصور الآن، إذا بدي ذرية تروح الجنة مش بالأماني من النقطة الأولى، لأن إذا فجأة قلت اسمع شيخ أولادنا كيف كذا إلى آخره المدرسة، استنى شوي قبل المدرسة، وقف شوي. أنا المعني، إذا أنا مش سائل بالله الخطر إنه ابني ما يسأل بالله عالي جدا. قبل نبلش من الزيرو بوينت، أنا الله عنده إله عندي مكانة ولا ما عنده؟ أنا نفسي لازم أكون صالح، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ما بينفع إني أنا أكون على الأقل علبة سجاير كاملة في اليوم بسحبها وفي نفس الوقت بقوم الدنيا على ابني إذا عرفته إيش إنه بدخن. يا عمي مشان الله بليز، مشان الله ما بينفع. مع احترامي الأم الفاضلة تكون 24 ساعة لسانها 6.5 متر بالغيبة والنميمة ويعدمني إياها وربنا يأخدها وبحطوش بزمتي وتفتف تف 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 وأبصر إيش وعدمني إياها أم مصطفى أم علي وأم كذا وحكت ويعدمني إياها على شايفة حالة على شقارها ولا على بياضها ولا على كذا، يأخدها الحمة تجيبها الحمة توديها الحمة، القصص 24 ساعة. وبعدين بالدرس الديني اللي بالبيت قدام بنتها بتجيب الواعظة دنيا عالم شايفة، اسمعي أهمية ضبط اللسان في الإسلام. نعم سوري ضبط لسان مين؟ أي عفنجان القهوة بنشرح الحارة كلها، ضبط لسان مين؟ ما في مشكلة، ترى ديروا بالكم من هنا نبتدئ شغال. طيب شاء الله يجزيك الخير. الدليل الثالث، انتوا معاي صح؟ شو عم بعمل انا؟ قالوا معاك وبس؟ قال حسبي الله عليك يا شيخ، عم بتخرب علينا، خليني مرتاحين على التصور اللي كان عندنا، ضروري تنكد علينا. ترديروا بالكم، من قد يبكيك الان بسببه ستضحك بعد ذلك. يعني انت بتروح لطبيب او جراح قلب بيقول لك انت عندك لازم بدك عمليه ميجر، الله اكبر، بتكون تقول
بس تنجو من موت؟ لا 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 لا، بدي طمأنينة. شو الحل؟ روح خذ لك حبة بنادول وقعد في البيت. والله هذا الدكتور اللي بفهم، مش هذاك الحرامي اللي بدي أخذ فلوسي قاعد يفتح قلبي في 7000 دولار. لك يا حبيبي مش هيك تحسب الأمور. اللي بده يفتح لك جسمك ب7000 دولار بده ينقذ حياتك من الموت. اللي أعطاك حبة البنادول مش لأنه شاطر، بس لأنه خائن للأمانة العلمية، بده يكسب قلبك ويريح جيبتك وجيبته، ولأنه أصلا بفهمش وبيعرفش يعمل العملية. فالأقيسة من ندير بالنا. أنا قد آتي لأصدمك، لأحملك المسؤولية مثلا على سبيل المثال، لكن أنت مجرد ما فهمت وغيرت انت كسبان مش خسران، ولله المثل الاعلى. تقريبا الصوره. لاحظ الثالثه، يا ايها الذين امنوا قوا، امر مين؟ انفسكم واهليكم نارا. على موضوع التقوى، موضوع كبير جدا، رساله صغيره جدا. لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن التقوى، طبعا هذا موضوع يمكن نجيب فيه 1000 تعريف بالمناسبه، تقوى. فلاحظوا المعنى الرائع جدا اللي استخدمه. فشو قال؟ قال بيقول للسائل، بيقول هل مشيت، استخدم البيئة اللي هم عايشينها، ناس عايشين في الصحراء، قال هل مشيت يوما في أرض فيها شوك؟ قال نعم. قال ما فعلت؟ قال شمرت. شو التشمير؟ تعرف العرب غالبا بيلبسوا ثوب. قال ماذا فعلت؟ قال شمرت وإيش؟ واجتهدت. شو شمرت واجتهدت؟ الآن الأرض اللي فيها شوك بتمزع الثياب، بتجرح، بتعمل تنسيل في القماش. الخطوة الأولى التشمير، رفع ثوبي مشان الثوب ما، فأخذت الاحتياط الأول أكشن. الاحتياط الثاني ما بغمض عيني وبمشي بحكي أنا متوكل على الله، اللهم بمشي تستنش عمي في شوك. معنى خطوتك هون اللي بعديها مدروسة، الثالثة مدروسة، الرابعة مدروسة. غلط، زي الماشي في حق الألغام عدم المؤاخذة. واحد ماشي في حق الألغام بيمشي ومغمض عينه؟ ما بيصير، ما بزبط. وهذا شوفوا ما أبسط هذا التعريف للتقوى. طب نتقي إيش إحنا؟ حرمات الله. نتقي إيش؟ غضب الله. نتقي إيش؟ ما يغضب الله منا. النقطة الرابعة، الآن عم برسم التصور أنا اللي بدي أبني عليه بعد ذلك الأحكام. هذولا أجمل حديثين برأيي بيحددوا لك تصورك. شو موضوعنا إحنا؟ علاقتنا بأبنائنا، وإحنا أبنائنا عم نضيعهم ولا إلى الهداية؟ فعم ببني التصور. هذول الحديثين لو تحفظوهم وتدرسوهم للناس بتكسبوا أجر بإذن المولى عز وجل. والحديثان صحيحان، هو إما حديث بروايتين أو نفس الحديث أو هم حديثين منفصلين وكلاهما في صحيح البخاري. الحديث الأول عن الأقرع بن حابس التميمي، كان عند الأقرع بن حابس التميمي صحابي أعرابي من أهل البادية، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأثناء وجوده مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحسن أو الحسين، كان بيزحف طفل صغير بيلعب، فحمله النبي بشكل طبيعي عفوي اللي هو الأكشن الطبيعي في حياته. انتبه، حمل حفيده مثل ابنه فضمه وقبله. فالأعرابي الصحابي قال أتقبلون صبيانكم فإنا لا نقبلهم. انتبه، أتقبلون ومستنكر الآن، أتقبلون فإنا لا نقبلهم. ردت فعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت افتح قوس خط أحمر تحته، أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إيش أسوي لك إذا الله نزع الرحمة؟ عدم التقبيل وصف بعدم الرحمة، فما بالك بمن لا أصلاً لا يرى ابنه ولا يتحدث معه ولا يحادثه ولا يعرف مشاكله ولا له علاقة بحياته إلا الفلوس والمصروف والأكل والشراب. إذا عدم التقبيل اللي هو رمز من رموز بث الحنية والعاطفة، طبعا هذه رسالة بالدرجة الأولى للأباء. فالأمهات بكيفوا الآن؟ أيوة، انصر دينك يا شيخ، فهمهم، عرفهم كيف لازم يعطفوا ويحنوا على أبائهم. مش أكون منصف، الأمهات حناين صح والله يجزيهم الخير، بوزعوا عاطفة. لكن نكمل القصة، بتكمل العاطفة من هون، لكنها كثيرة العصبية واللعنة على اللي بيستاهل وما بيستاهل. حسبي الله عليك إلهي، في جيب لك واحد يفري قلبك زي ما بتفري قلبي. طب ليش حكت هذا الحكي؟ بسبب الجلي، بسبب الطبخ، بس أشياء قد تكون سخيفة. لعنة، إلهي يلعنك، إلهي يجيبك يطلعك ينزلك يجيبك يوديك يجيبك إلى مشكلة كبيرة. فبدنا نرى حديث الثاني. قال كان أعرابي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الحسن والحسين، عاد عند النبي صلى الله عليه وسلم، مش إشي بيعملوا مرة هيك تظاهر زي ما بيعملوا بعض السليبرتيز والمشاهير قدام الناس، مرحبا شوفوني على الانستغرام أنا رايح، لا 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 صلى الله عليه وسلم، أكشن حقيقي.
ايش النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاخذ الحسن والحسين فقبله، قال اتقبلون صبيانكم؟ والله ان لي عشره من الولد. وكلمه الولد في اللغه العربيه تستخدم الذكر والانثى. انتبهوا شو حكى يا جماعه، هذا صحابي اللي عم نحكي عنه، بس شوف الكلتشر اثرها قديش مخيف، متعود ثقافته مسلم صحابي، لكن شوف ثقافته قديش طاغيه. قال والله ان لي عشره من الولد ذكورا واناثا ما قبلت منهم احدا قط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصدر الفتوى النبوية: من لا يرحم لا يرحم. تخيلوا فقط عدم التقبيل، فما بالك بالسب والعياذ بالله أو الشتم أو اللعن أو الإهانة في بالمجتمع العربي. في آباء بيخاطبوا أبنائهم بأسماء الحيوانات ولا لا؟ روح يا فلان، روح يا كذا، تعال، في ولا ما في؟ قصر بشغلة معينة لسبب ما، ولك أنت بعيد عنك وبعنك، ولك أنت تيس أحسن منك، ولك بعدين معك. إمتى بدك ترتقي لمرحلة تصير تيس وتفهم؟ بعدين مع العلامات الزي، طب قتلته، أنت ذبحته. قد تكون هذه قدراته، مش ليست هذه هي الطريقة التربوية، ليست السب ولا الشتم ولا التحقير ولا أنت دمرته، أنت إلى آخره. فندير بالنا إذا عدم التقبيل، أنا بضع تصور الآن، برجع بقول لسه ما عم بحكي بأحكام شرعية، عم بضع إيش؟ تصورات، بس عم بستخدم الأدلة من القرآن والسنة لبناء إيش؟ التصور. كيف، شو السؤال سألته أنا؟ كيف ينبغي أن تكون تصورنا لعلاقتنا بأبنائنا؟ صح؟ فأنا عم بعطيك أدلة من المصدر اللي أنا وياك بنعتقده اللي هو القرآن والسنة، كيف ينبغي أن تكون العلاقة. طيب الآن أعطيتك تصور مبدئي لطبيعة العلاقة، نقطة، ننتقل لمرحلة بعديها. واحدة من الإشكاليات اللي تسببت في طرح هذا السؤال أصلاً، أولادنا ضيعناهم ولا هديناهم، اللي هو اللي أنا بسميه إشكالية عقدة الذنب في العيش في الغرب. لا يخفى على شريف علمكم كما يقال، كثير منكم قبل ما تيجوا أصلاً، خاصةً الجايين مخيرين تخصيصاً، واللي إجوا as a skilled worker وكان معه شوية فلوس من بلاده أصلاً، بالذات اللي إجوا من الخليج، اللي كانوا عايشين بالخليج وكانوا مخيرين في المجيء، كثير منهم خاصة اللي عندهم مسحة التدين لا بأس فيها، كان كثير ماكلين هم أنه أصلاً بدخل بسأل السؤال التقليدي الفتاوى، كم فتوى بلاقي به؟ حرمة العيش بين ظهراني الغرب، حرام حرام حرام. فالفكرة هاي طب فيها تفصيلات وفيها قصة طويلة في الموضوع، فبيكون بين متردد بين خائف، فبيجي لأسباب معينة مالية سياسية فكرية اضطهادية وإلى فا بيضلها متردد خايف انا عن باب الحرام ولا مش حرام، بضل الى اخره. فحلو انه اجى وقت نحلحل الامور، نضع النقاط على ايش؟ على الحروف، تعرف انت من اي الاصناف. فانا ارد على مثل هؤلاء تفصيل المساله. العبارات اللي انحكت انه انت لا يجوز لك ان تعيش في بلد غير مسلم، الهدف منها قيلت في سياق، اول شيء كان في بلاد اسلاميه، اول شيء كان في ايش؟ في بلاد اسلاميه بالمعنى المتكامل، يعني مكانة الإسلام وهيبة الإسلام وأحكام الإسلام محترمة مفعلة وتعيش ضمنها وتستمتع بها. فبالتالي ذهابك إلى مكان الله وشرعه لا مكانة لهما فيه هو أحد الأسباب الممكنة لضياع دينك، هويتك، شرعك، عقيدتك إلى آخره. common sense، مش شيء معقد يعني. هل الحال الآن بالتقسيم الفقهي القديم هو الواقع؟ هل كل بلد عربي إسلامي هو فعلاً إسلامي؟ طب هناك بلاد عربية تحرم الحجاب أو حرمت الحجاب لسنوات عديدة، تونس مثلاً أيام الحبيب بورقيبة عشرات السنين الحجاب الصوم بالقانون كان يمنع، أشد أنواع العلمانية فتكاً بالإسلام كانت تونس كمثال. تركيا مش كانت الإمبراطورية العثمانية حرم الحجاب وحرم شو اسمه القلبق شو اسمه طربوش اسف الطربوش والاذان واللغه العربيه. طب هاي دوله اسلاميه وهي دوله عربيه وحرب، وعندكم امثله كثيره جدا. فالاحوال تغيرت، بطل في التقسيم الجغرافي التقليدي لدوله عربيه او دوله مسلمه فبالتالي انت لازم تضلك فيها، لا 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 لا، صار في عندنا معطيات جديده، فليست فكره على الاطلاق انت تركت بلد نظريا اسلامي، ذهبت لبلد نظريا غير اسلامي انت اثم. ما هكذا تورد الابل، مش هيك الحسابات، حسابات ايش؟ اختلفت.
النقطة الجوهرية على الأقل في حدك الأدنى أنت كفرد قادر تقيم شعائرك بحدك الأدنى الفردية، صلاتك، صومك، زكاتك، عفتك، طهارتك، حجاب، التزامات على الأقل حد، ما عم بحكي على الدولة الإسلامية أنا الآن، عم بحكي على بحد الأدنى كفرد، ثم بحد الأدنى كمجموعة. فأينما حصل عندك قدرة قد يكون ذهابك إلها قد يكون واجبا. طب من وين جبت هذا الحكي؟ اطلعوا للدليل الثاني، أنا ما زلت عم برسم وبأسس. لاحظوا ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن المضطهدين، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، مش قادرين يا ربنا. طب ممتاز، شو ردت عليهم الملائكة؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. في بعض الحالات، ما بنعمم الآن، لذلك احنا بدنا نعرف هل كل من جاء إلى كندا أو أمثال كندا من الدول اللي فيها نوع لا بأس به من الاحترام للآخر، وقد تكون كندا من أفضلهم إن لم تكن الأفضل في العالم، هل كلهم جاءوا مخيرين أم هناك من جاء مجبرا؟ المجبر بالكومن سنس لا حول ولا قوة إلا بالله، لا خيار عنده، مثل اللي جاءوا بسبب الحروب، كان الله في عونهم، كان الله في عونهم، بالذات المناطق التوتر الشديدة جدا على رأسها الآن سوريا، فك الله أسر سوريا وكان الله في عون الإخوة السوريين، قبلهم بشوي العراقيين كان الله في عونهم، قبلهم الإخوة الفلسطينيين في كثير من دول العالم، خاصة يعني مثلا الفلسطينيين في لبنان أو الفلسطينيين اللي في غزة، فلسطينيين اللي مش أحوال واحدة حسب الظرف. فهناك في كثير من الأحيان كان كثير من الناس مجبرين مضطهدين بالمعنى الحرفي لأعلى درجات الاضطهاد، طلعوهم برا المعادلة لأنه ما في داعي أضيع وقتي، لأنه معروف الحكم ده، الله يكون بعونهم، كان الله في عونهم. احنا اشكاليتنا الكبرى مع المخير اللي اخذ القرار وكبس زر ونقر سلف. يو نو نقر سلف؟ هذا مصطلح اردني. نقر سلف يعني شغل السياره وراح للمطار وشناتيه معاه وتكت تبعته معاه ويمكن فيرست كلاس ومعاه فلوسه، هذا المتوتر وخايف وماكل هم وحالته حاله وقصته قصه والى اخره، وبيطلع له لانه في ناس عم بيجننوه كل شوي، انت بتعمل حرام تعمل حرام، والواقع عم بيخوف لانه في اولاد عم بيضيعوا، فبالتالي يحتاج الامر الى تاصيل وحل المشكله، واعرف انا وين دوري في هذه القضيه. النقطه التي تليها، الان من جاء مخيرا ايش بنقول له؟ بدنا نعطيه القواعد التاليه. لاحظوا احنا شو عم بسوي، تسلسل. انا الان اتفقنا على انه ايش؟ اتفقنا على أنه التصور العام عندي أولويتي إن كنت مؤمنا أن أذهب بيدي أهلي إلى الجنة. أعطينا أهمية الموضوع في الإسلام اللي إحنا كنا مؤمنين فيه، حطينا أطورة، حلينا إشكالية في الطريق، مجبر غير مجبر، ماشي مخير غير مخير، حلينا إشكالية ليس كل من يأتي إلى الغرب بالعموم هو يقع في قضية أن النبي تبرأ منه لأنه الأحوال إيش؟ تغيرت، وتحدثنا. طيب النقطة، أنا أجيت مخيرا أملك قرار الخروج وفي إشكالية عندي خايف على أولادي، اسمع القواعد اللي لازم تكون قواعد ذهبية عندك ضروري. قاعدة رقم واحد، أبناؤك من ناحية المدرسة والبيئة أولوية في حياتك. قاعدة، واحد بيقول لي لا يا دكتور احنا عارفين، لا حبيبي لا معلش، أنا صح أعتبر مش خبير بكندا أبدا، أنا إلي سنة فقط في البلد يعني، واللي زرتهم كلهم يمكن 7 على 10 12 مدينة حد الآن، 4 5 ولايات، إشي بسيط جدا يعني، بس عم بحتك بناس كثير وبجلس، صرت جالس مع آلاف الناس بحكم إنه أنا طبيعة عملي أنا مدرس محاضر وأستشار في المشاكل الأسرية والعائلية. فاللي فمن كثر ما الناس تيجي بتشكيلي الشكوى، شو عبارة عن إيش؟ بيعطيك داتا، بيعطيك تفاصيل، بيقول لك ابني بنتي المدرسة صار معي، فأنا صح إلي فيزيكلي بس 12-13 شهر هنا، حجم الداتا اللي شكلتها عن إيش عم بيصير مع أولاد وبنات المسلمين في البلد مرعبة مرعبة. فالآن السؤال، هل كل محبي الله من المؤمنين الذين جاءوا اختيارا أولادهم عندهم من حيث علاقتهم بربهم أولوية؟ الجواب practically لا. يعطيكم مثال، سمعت عن حالات شخص بضلوا يشكي
طبعا لما احكي اولويه، اولويه يعني لازم زي فرض الصلاه برايي الشخصي انك تبحث عن المدرسه الاسلاميه، واذا مش موجوده انت تساعد في تاسيسها وتعمل على دعمها وتحط ابنك فيها. لان في عندي اشكاليه بالتصور، ما هو بعدين اولادي بتعرف اللغه والاندماج. يا عمي ملحقين على الاندماج مشان اللي خلقك، ها للقادر والله بيلحقوا، واللغه بيلقطوها بخمس ست اشهر. انت بدك تحافظ على هويته. الان احنا اتفقنا على انه انت يا بدك تروح للجنه، ما بيزبط يكون قاعد في بيئه اقوى منك وأقدر منك وقوتها عشرات أضعافك قاعدة بتعمل له فيدينج بشكل قوي جدا لمفاهيم تتناقض وتتعارض في بعض الأحيان مع اللي أنت تؤمن فيه، ما بيزبط. تعطيه الهوية الصح في البيت وفي المدرسة بتأسسه وبتعلمه كيف يقبل الاختلاف، كيف يتحاور معه، كيف يقدر، يفهم خطوطه الحمراء. بس ما بينفع من لحظة التشكل ترميه في بيئة حاضنة أقوى منك، يتشكل على نبت غير اللي عندك، وبعد ذلك تفرح بأنه بيولوجيكالي هو ابنك. في مشكلة كبيرة إيش؟ جدا. زي طرحت أمامي عن بعض الأشخاص كمثال، هذا بضربه بقول لك يا أخي والله نفسي لأودي أولادي لمدارس إسلامية، لكن يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله، يا أخي غالين المدارس الإسلامية. فالأخ اللي عم يشكى له كان جريء بشكل كتير، قال له يا أخي مشان اللي خلقك معليش، طبعا أنا بعرفك وبعرفك وضعك المادي، أنت كل سنة بتجدد السيارة تبعت مرتك، قسط سيارة مرتك $800 بالشهر. يا زلمة كيف مش قادر تدفع مدرسة إسلامية؟ هذول الناس موجودين ولا مش موجودين؟ أنا هذا أعتبره مقصرا إلى حد الإجرام في حق أولاده كمثال. الله يكون بعون مش قادر يدفع، انسوا في أحكام. هلا راح أجاوب على بعد ما بدأت أساس التصور اللي ما بيقدر شو حكمه عند الله وشو البدائل. أنا ما أتحدث عن مين الآن، أنا القادر. والقادر أقصد فيه ماشي اللي عنده فلوس واللي عنده القدرة على الوصول للمكان either or أو both، وهذا موجود لسه بالذات المناطق اللي إحنا فيها. إحنا بتعرف إحنا جايبين أونتاريو، إحنا عايشين بأوكفيل وميسيساغا، أكبر تجمع للمسلمين والعرب في كندا كلياتها. صح مش الكل قادر يدخل مدارس إسلامية، لكن في عدد كبير من القادرين يدخلوا رافضين المبدأ لأنه بده ابنه يحكي إنجليزي صح أو كذا الأخري، وما عم ينتبه بعد 4-5 سنين ابنه وين عم بيروح. فهنا في عندي خلل في التصور من حيث الأولوية. لو احنا اتفقنا بدك تشتغل صح أولويتك لازم تكون مدام قررت تيجي أولادك. لما أحكي أولوية بمعنى ربنا عم بكرمني بفلوس لا تجدد سيارتك، يعني شيخ تجديد السيارة حرام؟ أنا قلت تجديد السيارة حرام؟ أنت سمعت مني بقول تجديد السيارة حرام؟ يعني ما أنتقل لبيت أحسن؟ بمنظومة الأولوية البيت اللي قاعد فيه مرتاح؟ آه. بس تعرف كلنا نبحث عن الأفضل. يا أخي ما اختلفنا الأفضل، الأفضل مقابل ابنك ما يروح على مدرسة، لا ابنك يروح على مدرسة إسلامية أو لا مثلا. آه على سبيل المثال. الآن هذا لمين؟ للقادر. طب إذا كنت غير قادر، طب كثير من الإخوة اللي جاءوا بالذات المجبرين وبعض أحيان حتى المخيرين، ترى سمعت عن كثير من الناس كانت حسبتهم تحويشة $100,000 $150,000 جاي من الخارج مرتاح، كان قال لك بعيش سنة سنة ونص سنتين بدور على فرص عمل وبضبط حالي، المية والمية وخمسين والميتين والله بيطيروا زي الريش هيك بيختفوا، الآلاف تختفي في البلد هون هيك هيك طيران البلد. فعلا لما قالوا لي هذه البلد فلوسها فيها ما كنتش مستوعب، البلد فلوسها فيها مهما جبت الداخل طالع فيش فيها. فبالتالي المهم انصدم كثير من الناس فجأة لقوا حالهم كل حسبتهم ايش؟ الله يكون بعونهم صدمة وفيش مكان يرجع له. وأكبر مثل بضربه على هذا الإخوة الغزاوية تخصيصا، أنه بتعرفوا قديش الاضطهاد الواقع على أهل غزة. الغزة في كثير من الدول العربية تخصيصا من كل الفلسطينيين بيكون معاه وثيقة مصرية على سبيل المثال، إذا بطلع من مصر ممنوع يرجع، ومصر مش معترفة فيه، والسلطة مش معترفة فيه، والأردن مش معترفة فيه، وين يروح؟ فرضا هذا كمثال. طيب هذا بدنا نحطه من جماعة المضطرين اللي حسبته ما طلعت غلط وأسقط في يده. طب شو عندي بدائل؟ أنا دوري الآن أساعد أضع البدائل. طيب ممتاز، ما بدي تحط مدرسة إسلامية لأنه عندك 5 أو 6 وبدهم 4000 بالشهر أو 3000 بالشهر. عراسي من هون البدائل، في عندي إشي اسمه المعروف الويك إند سكولز، هذا معروف لكم كلياتكم. Are you doing your best؟ عم تبذل جهدك؟ مو مش موجود أوجده يا أخي، مو صعب بس مش مستحيل. المدرسة اللي أنا مستضاف فيها الآن قبل 20 سنة ألم تكن حلما؟
طيب أنا بدي أتخيل من عندي من رأسي، أنا ما سمعت الدكتور حكى، بس أنا بدي أتخيل بتجربتي البشرية، أنا ممكن أتخيل قبل 22 سنة مجموعة من الخيرين الطيبين اللي قاعدين بيقولوا يا الله يا أخي إيش نعمل، يا أخي ما في مدرسة نحط أولادنا فيها، الثاني بيقول له يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش بنعمل؟ قدر الله سبحانه وتعالى، الحمد لله على كل شيء، الله يستر علينا أولادنا، ربنا هو الكافل، ونتوكل على الله وندعو لأولادنا في الصلاة وأسأل الله أن يحفظهم. في مسلمين كثير هيك ولا لا؟ وطيبون، بس في ناس لا، ناس قال لك لا 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 أنا فهم القوانين، ربنا مكنني وأعطاني وفهمني ونقلني وانتهلت من مليون مشكلة في بلدي، والآن عندي المكنة، عندي القدرة. طب أنت طبيب وأنا مهندس وأنت بيزنس وأنت كونتراكتر، تعال تعال حبيبي، إيش المانع نعمل مدرسة كمثال؟ إيش المانع نعمل ويكند سكول؟ طيب كندا على سبيل المثال ما بتهيئ مدارسها الحكومية للويكند سكولز وبتقول لك تفضل تعال استأجر بأجور رمزية؟ يا أخي مو بتعرف غلبة، غلبة حبيبي، أولادي أولادك راح يروح على جهنم إذا ما درت بالك عليهم، اتفقنا إنه الأولوية إنه أنا أولادي لازم ندخل الجنة، غلبة. طب مستحيل؟ لا مش مستحيل، صعب يا سلام. وفي إشي راقي بدون صعوبة؟ في شهادة بتاخدها بدون صعوبة؟ طيب واحد قال لي لسبب ما ما في ويك اند سكول وما في جالية وما وارد، ممكن. طب شو أعمل؟ هنا بننتقل للبديل الآخر، هوم سكولينج. نكون منطقيين، نحط بدائل للكل، بدنا نغلق منافذ الشيطان، نساعد بعض، لأنه واحد بيقول في عبارة عندنا بيقول لك لد الشيخ بهذرف، تعرف شو معنى هالعبارة؟ لد الشيخ يهذرف، هذا مصطلح أردني بحت، يعني شوف قاعد بتفلسف علينا بنظريات لا يمكن تطبيقها بمعنى. لا 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 لا، لن نترك فلسفة إلا وفيها جزء يمكن تطبيقه. الهوم سكولينج مسموح فيه ولا مش مسموح؟ يا شيخ بدك تعقد حياتنا، إحنا أستنى شوي، في صعوبة طبعا، في صعوبة، في تنسيق وفي ترتيب، وعشرين ثلاثين عائلة مرتبوا مع بعض ونأخذ أولادنا جنب بعض، أنت زوجتك تدرس الرياضيات وأنا زوجتي تدرس كيمياء ومش عارف قصة. طب ولكن طب وإحنا لحالنا بنعملها بالمناسبة؟ بس أعطيكوا تصور، بس بتعرف أنه الغالبية الساحقة من الإيفانجيليكالز بأمريكا، بتعرف شو معنى مصطلح إيفانجيليكال؟ اللي هم المسيحيين الصهاينة تخصيصا الذين يدعمونا، طبعا هذول أغلبية تحكم أمريكا. الإيفانجيليكالز عدد مهول منهم، قبل حوالي 12 سنة كان عددهم تقديرا في الولايات المتحدة 85 مليون، ومنهم معظم رؤساء أمريكا باستثناء جون كينيدي اللي قدرا تم اغتياله. تعرفوا أنه كثير منهم لا يذهبون بأولادهم، ما بحكيش عن مسلمين الباكستانيين، عم بحكي عن أمريكان بيض مسيحيين ما بروحوا بأولادهم للمدرسة الحكومية في أمريكا. بتعرف واحد من الأسباب الرئيسية شو هي؟ سببين رئيسيين، على رأسه ضد نظرية التطور الداروينية ويعتقدون أنها كفر، ويحرمون على أنفسهم أن أولادهم يتعلمون أنه إحنا أجينا من قرد ولا لا. طبعا لما تحكي لواحد ملحد أو تطوري قرد قلت له شوف الشيخ كلمة بفهم، إحنا أجينا من قرد؟ قلت له عاد إيش؟ قال لا، بيننا وبين القرود سلف مشترك. قلت له شو سلف مشترك؟ قال أولاد عم الشمبانزي والسلف المشترك الغوريلا. قلت له الله يجزيك الخير على توضيح الصورة، اللهم لك الحمد، بارك الله، بارك الله فيك. حصلت حقيقة معي مش مزح، حرفيا صارت معي. واحد استاذ قال لي فعلا انك غبي يا شيخ، مش فاهم العلاقه، الداروينيين ما بتقول انه احنا، على صفحتي هذا الحكي صار، الداروين ما بتقول احنا اجينا من القرود، بيننا وبينهم سلف مشترك، احنا اولاد عمنا الشمبانزي والسلف المشترك الغوريلا. قلت واو، عن جد قلبت طاقيتي في الموضوع، كثير اختلفت الصوره الان، الحمد لله عرفت الحقيقه. اوكي مش موضوعي، نرجع عم بحكي على الايفانجيليكلز اللي ما بودوا كثير منهم أولادهم للمدارس، عندهم قضية عايشين لأجل عدم المؤاخذة، بالنسبة له يرى أن الداروينية كفر. عم بحكي على وايت كريستيان أمريكان، ما عم بحكيش على برازر باكستاني مسلم، معي أنتو؟ طب بدك جهد، طبعا بدك جهد، وبيعلموهم في البيت واوا وإلى الآخرين. في كثير من المسيحيين الملتزمين في أمريكا ضد المنظومة الأخلاقية والهوموسكشواليتي في أمريكا، ما بودوا أولادهم على المدارس. واحد بيقول لي يا شيخ لا تصعب علينا، بالله عليك هينا مبسوطين ومرتاحين ومشتغل. يا عمي عم نقول لك قو، مش انا ربنا بيقول قو، يا ايها الذين قو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، مش انا والله، انا بس انا بنقل. فالموضوع مو مزحة، والموضوع عم نحكي فيه عن جد مش مزحة، لانه انا قد مع شيء من الخير اللي بسويه بسبب اولادي انا ما اروح الجنة، مش أنا نفسي ما أروح، أنا وياهم كلنا نروح على الشيء الثاني، لأنه في حسبة خطيرة عم نأسس لها الآن. فهوم سكولينج،
طيب بذلت من هون لهون 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 لسبب ما ما قدرت. شوفوا بدي أسكر كل أبواب الشيطان أنا. يعني تخيل عندي المدرسة الإسلامية، ما في مدرسة إسلامية ويك إند سكول، ما في أفتر سكول، ما في هوم سكول، ما في. ننتقل للنظرية التي تليها. كتبت هنا قلت إنه في عندك دور ما أسميه أنا بالكواليتي تايم مع أولادك في البيت. السبب ما أنا مش قادر، أنا مضطهد، أنا فقير، أنا محتاج، أنا ممنوع. حط اللي بدك السبب اللي بدك إياه مشان ما نترك مجال إلا نغطيه. مو زابطة معي. طب تعال تعال، أولادك هذولا أولادك ولا أولاد غيرك؟ لا أولادي. عايش معهم في البيت؟ تعال خلينا نسكر حالنا الباب ونسأل السؤال التالي: كيف تتعامل معهم وما هي خطتك لتجعل الله عندهم أولا؟ نعم شيخ بعيد، ما هي خطتك ليكون الله عندهم أولا؟ شو يعني الله أولا؟ الله أولا. أصلا فكرت في الموضوع قال والله مش فاهم عليك يا شيخ. أفهمك يا سيدي. هسا مش كل واحد في عنده مبادئ عليا بعيش لأجلها. الملحد بعيش لإلحاده ولا دينيته ماشي، والاشتراك بعيش لإشتراكيته، وصاحب إلى آخر كل. هلأ أحكي لكم مثال بالكلتشر الكندي اللي يكاد يكون بعض الأسبكتس اللي في دين. إذا أنت أو أنت بغض النظر أنت شو جنسيتك وشو عرقك، لو معك ابنك الصغير وبهدلته في الشارع وضربته، كم كندي رح يتصلوا بالتشايلد كير خلال ثواني؟ سؤال، كم بيضل كندي بالشارع ما بتصل؟ سؤال، بيضل أمة كندا كلها بتتصل بالتشايلد كير، مش واحد وواحد بيقول لك يا زلمة أكيد عم بتر... لا, لا 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 ما في. ليش؟ واصلين لمرحلة القيمة العليا اعتقاد كاعتقاد بوجود الله. هذا الموضوع لا يسكت عليه لأنه هاي القيمة أولا عندهم. لا تروح بعيد. أنا شهدت، أنا جلست 6 سنوات في بريطانيا درست الدكتوراه فيها، تقريبا 5.5 بالضبط. بالست سنوات هذولا تقريبا درست فيهم شهدت قضية، خرجت بنتيجة وأشياء شفتها بعيني بشكل عجيب جدا. من ضمن الأمور اللي لما كنت أروح على public transportation اللي هي الباصات العامة، قسما بالله بعيني شهدته، رجالا نساء شباب بنات صغار كبار، كل فئات المجتمع جالسين. بيدخل مسن، عمري ما شفت واحد بيقوم لواحد مسن ما بيقوموا. طبعا إحنا بنصير نغلي، إحنا تربايتنا العابية بيصير جلدك حقك قد تكون بعيد، أنت بتقدرش تقوم له، بتقول يا ربي كيف ما بيقوموا له. بتدخل مسنة ما بيقوموا لها، تدخل ما بيقوموا لها. بتعرفوا الكل بيقوم لمين؟ لما تدخل فتاة معها طفل كل بيقوم لها. والله هذا شفته في عيني أنا، فكرت حالي أنا غلطان، حادثة فردية تكررت 6 سنين مليون مرة. ركبت الباصات لا بيقوموا لختيار ولا بيقوموا لختيارة، عادي بيضلوا واقفين بيسولف ولا بيسألوا في الموضوع. بنت ولا عمرها 20 سنة معها بيبي، الكل بيقوم بيعطيها كرسي. لا إله إلا الله. أنا ما عم بناقش الغلط والصح الآن، عم بناقش قرروا إنه هاي قيمة عليا عندهم، البيبي من ندرته طبعا. تفهمين علي؟ فيش ولاد؟ ما بدهم عائلات، بسموها البلد العجوز. لما أنا كنت فيها درست دكتوراه من 97 ل 2003، البوبوليشن في بريطانيا كانت 65 مليون، كان التعداد الرسمي إنه 15 مليون من ال 65 مليون أعمارهم فوق ال 65 بيتدافع لهم بالتقاعد، فبريطانيا عم تنهار كانت. تخيل لما حوالي 5 شعبك يندفع له بنشن هو قاعد، وعناية طبية عالية جدا وكير، وقوة عاملة، ما عندك ريبرودكشن لأنه غالبية الناس ما بتتزوج وبيكتفوا بالعلاقات الجنسية المنفلتة وما في عائلات، واللي بيتزوج في أحسن يعني من كل 100 عائلة يمكن 5 أو 10 منهم يقرروا خلفه، وإذا قرروا خلفه بخلفوا واحد، وإذا بيطلع بإيدهم يخلفوا نص واحد بيعملوها بس ما بقدروش. ما في. كان أعلى population بتتكاثر عندهم الأخوة الباكستانيين والله. فلذلك قيمة عليا عليا رهيبة جدا عند الأطفال، لذلك أي حدا مع طفل الكل بيقوم له. طب أنا الآن ما عم بناقش غلط صح، أنا عم بناقش مجتمع قرر أن يجعل قيمة عليا لشيء الكل بتصرف بناء عليه. هذا معنى أولا. فالآن بالكلتشر الكندي برأيي أنا قد يكون أحد أديان كندا الأولى safety first، السلامة أولا، صح؟ هل أنا ببالغ لما أحكي إنه السلامة قد يكون هو دين كندا؟ مثلاً السلامة أولاً، safety first، security first. لذلك تطلع قوانين السير وقوانين الشايلد كير كلها تقوم على قيمة عليا أولاً.
ما حد يتأذى، المهم ما يصير فيك إشي، ما يصير في ابنك إشي، ما يصير كذا إلى آخره. إحنا بقانوننا الشرعي الإسلامي شو أولاً عندنا؟ الله. بس دير بالك ما بيتعارض مع اللي عم بحكيه. بس إحنا بدنا أنا 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 دوري رسم التصور الصحيح مشان تأخذ الأحكام صح. إذا الصورة تسمت صح بعد ذلك حبيت تأخذها شأنك، حبيت ترفضها بس على الأقل إيش الصورة يفعلها واضحة. فالآن إحنا وصلنا، وصلنا عند المرحلة الأخيرة، قلنا المسكين اللي مش قادر ومعه شو مش كل اللي بدك إياه، مسكرة مسكرة من كل الأبواب، ما بقي أمامه. بقول له انتقلنا إيش سميت أنا quality time، سكرنا حان الباب وقعدنا بهات الساعتين الثلاثة الأربعة الخمسة في الأسبوع بنص ساعة في اليوم. الله يكون بعونك، قد تكون عم تشتغل على أوبر 16 ساعة في اليوم بس مشان تأكل وتشرب، ممكن كان الله بعونك. ما بقدر أشوف أولادي غير قبل ما يناموا نص ساعة quality time. شو قصدك quality time؟ أنا راح أقول لك الآن، هذا ترى علم اللي بحكي عنه، مش بحكي كلام من راسي، انا مطلع على دراسات وقراءات في الموضوع. لما نحكي كواليتي تايم مش احكي لكم شو قصدي بموضوع الكواليتي تايم، بدي احكي لكم هالدراسه اللي تمت اظن في جامعه نيو جيرسي قبل حوالي تقريبا 22 سنه 25 سنه، جامعه امريكيه غلب على ظني جامعه نيو جيرسي، انا بتذكر المضامين وبنسى التفاصيل. قاموا بدراسه قالوا لك الطفل مشان يكون طفل سوي غير معقد ما عندوش أمراض نفسية، يعني ينشأ رجلا سويا أو امرأة سوية دون أمراض نفسية، يحتاج في طفولته عند فترة الرعاية من والدته ماكسيموم ساعات معينة من الرعاية والعطف والمتابعة. رقم بدراسات، طبعا ما أحكي لك دراسات، بكونوا درسوا 70,000 حالة على 15 سنة، درسوا 200,000 حالة ب 16 دولة في العالم على 25 سنة، بحيث بيعملوا بيتابعوا براقبوا بتكلف عشرات الملايين. فوصلوا لمرحلة قالوا في رقم من الساعات إذا أخذه الطفل عند حاجته في طفولته الصغرى، إذا أخذه يوميا من أمه كوقت ما بطلع معه أمراض نفسية. مين اللي ما سمع مني هذا الكلام، مين بيقدر يتوقع شو هو الوقت اللي ماكسيموم أكثر منه ما بده، إذا وصلت إله أخذ الماكس. من لم يسمع هذا السؤال مني قبل الآن، مين بيقدر يتوقع؟ أعطوني أرقام شو هو الماكسيموم عشان يطلع إنسان بدون أمراض نفسية؟ لا قصدي باليوم من الـ 24 ساعة كم ساعة؟ ساعة؟ ساعتين؟ أربعة؟ خمسة؟ ساعتين؟ ساعة. هو الصحيح الدراسة قالت ساعتين، ساعتين تخيلوا؟ فلما كنت أحكي الدراسة للناس يقولوا ينصر دينك يا زلمة، حلت لي مشكلة، كانت عندي قلق نفسي، أنا كل يوم أقعد خمس ساعات مع أولادي على التلفزيون. حول ولا قوة إلا بالله. اسمع، أول إشي أنت مش قاعد مع ابنك، أنت وابنك قاعدين مع التلفزيون، هذا موضوع ثاني، موضوع ثاني هذا. بس تيجي الآن عقولة ابني وهو صغير لمفاجأة، أنا ابني وهو صغير هيك مش يذكر بس ذكرني ونصلت عندي دراسة تبعت نيو جيرسي، ابني الان عمره 13 سنه، لما كان صغير في البيت فبدي اعوده على لهجه، احنا بالاردن الرجال بيحكوا قالوا قلنا والنساء بيحكوا بالقالوا قلنا، يعني نفس البيت عند اللهجتين ماشي، فهيك متعودين، يعني البنات بيحكوا هيك والشباب بيحكوا هيك. فانا عندي اربع بنات الله يخليك وزوجتي، فالعنصر الانثوي غالب، فقلت هلا بديش ابني يحكي بنفس اللهجه مشان على الاقل احنا يعني يكون عندنا اقليه، يعني في هيك وفي هيك. المهم صغير لساته، فكل شوي بيحكي لي مثلا اقول له هاي بالقال هاي بالقال قال قال، راح ضرب عنده الميزان، صار يقول لي بابا مفاجأة، ولك هاي مفاجأة همجة أصلية. بعد شوي بابا قدن قدن، ولك أذن 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 مش قدن، هاي همجة أصلية بابا مثلا. فراح ضربت عنده نظام الهمزة، بطل يعرف شو اللي أصلها قاف واللي أصلها همزة واللي أصلها كذا إلى آخره. قعدت بعديها سنتين ثلاثة لعدلت السيستم يصير يفرز، فراحت من وقتها بنمزح معاه يقول إيش مفاجأة. هو أول من قالها. فالآن شو المفاجأة في هذا الموضوع؟ قالوا إنه طبعا هذا الأمهات تخصيصا مش للآباء، نطلعكم برا المعادلة مش أطمنكم، قالوا ساعتين فقط ولكن you can't tell when I repeat you know I repeat I will repeat. هم ساعتين صح ولكن هم مش سلوت موجودة، يعني بدول من الثمانية للعشرة وخلصت علي، لا هم موزعات على 24 ساعة. هاي المفاجأة التي لا تفرح بعض أو كثيرا من النساء. بالدراسة أثبتت إنه هو بيحتاج ماكسيموم ساعتين قد تكون موزعة على 10 فترات كل فترة 13 دقيقة، يعني بروح بيكون عماله بيلعب على سبيل المثال، بيلعب كذا إلى آخره، بيخاف من شغلة سخيفة أو شيء،
ما 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 بروح برمي حاله بحضن هيك شوي، برتاح شوي، بشوف كل شيء سيف بالسكيورتي زون تبعته 5 مينيت بروح برجع بلعب. كان بده جست 5 مينيت الان، بس اذا ما كانت موجوده يوم ما صيح بلش بدايه بذور المرض النفسي، العقده، الخوف، هذا معناها. ماشي، فهنا رساله طبعا انتوا تفسروها زي ما بدكم. اهميه وجود الام في، واحد بيقول لي يا شيخ يعني ما نشتغل، لا I'm not saying that، بس عم بقول please reconsider quality time، قديش انت موجود مع، اذا مش مضطرة. المضطرة يا جماعة كل احكامنا في عنا احكام خاصة للمضطر. المضطر بوصل لمرحلة يأكل الميتة ويشرب الخمر اذا كان مضطرا. طلعوا لي احكام الاضطرار، عم بقول عمن كان مسيطرا قادرا الان بهاي الزاوية. فلنتقي الله، في مرحلة لازم ولد ياخدها من الام تخصيصا، في قضية جعلت الجنة تحت اقدامها بس لانها ام بيولوجية، ما تأخذوني، هل استحقت الأم أن تكون الجنة تحت أقدامها بالمعنى المجازي لأنها ولدت بيولوجياً؟ بدي جواب أو لا؟ لا لا طبعاً، الأم ما نالت هذه المكانة، أمك ثم أمك ثم أمك فقط بالولادة البيولوجية، مشان نكون واضحين. هي نالتها، هي ركز في فطرتها إنه حنية بلا حدود، عاطفة بلا حدود، عطاء بلا حدود، ولكن بدها تمارسه. ما بيزبط تكون من سيدات المجتمع الراكي برا 24 ساعة برا ودائر بالها على الكعب العالي والكعب الواطي وآخر الميك اب وآخر الرموش وآخر كذا وآخر كذا، كل شوية بدها تلحق للشغل ولولادها، أكل مين أكل، طب كذا، مين بكي، مين خاف، مين عيط، مين طلعت روحه، مين انضرب، مين عليه بولينج في المدرسة، بآخر من يعلم. طب في أمهات بيعملوا هيك؟ طبعا في، طبعا في، في عندنا مشكلة عند الآباء وعندنا مشكلة عند الأمهات. الآباء قد تكون أكبر مشاكلهم عدم الحنية والعاطفة، عنده مشكلة. الأمهات قد تكون أكبر مشاكلهم التعصيب والسب والشتم. الأمهات ممكن يهملوا في فترة معينة، الأب يهمل فترة أخرى. الأم دورها الأساسي بالفترات من فترة الولادة إلى سن معين 5، لأنه معظم التربويين في العالم بدون أيديم، معظمهم بيقول لك يعني اختلفوا بين 5 و7 سنين سنوات التأسيس للمنظومة القيم الكاملة، بعديها بيقول لك بس بتكمل البناء. طب دور مين هاد بالدرجة الأولى؟ أم. لذلك ليش قالوا المذر تانج؟ لغة اللي بيحكي فيها، منطقه اللي بيحكي فيها مين؟ أمه كدور. وكم من الأمهات يشكون من أنه الآباء لما أولادهم كبروا شوي ما عم بيقوموا بدورهم، بيحكيش معاه مثلا. ففي عنا من ننتبه الآن، حتى لو جوزنا كل الأسباب اللي حكيناها في أمام المسؤولية، قلنا إحنا سكرنا الباب ودخلنا على موضوع الكواليتي تايم، عنوانته بالكلمات التالية: دورك هو زرع محبتك بلس زرع احترامك بلس تجهيزهم للحياة الخارجية. فالتربية الركنان الرئيسيان، أنا وجهة نظري، هي زرع المحبة والاحترام رقم 1. حب ما بيزبط أولادك ما يحبوه، لا أنا ما بيهمني أنا مسيطر. حبيبي السيطرة وأعتى ديكتاتوريات العالم، في ناس أمامهم بيوصلوا لمرحلة بيقول لك اقتلني بدي أموت شهيد وسوي اللي بدك إياه. نحن خلقنا لا لنكون عبيدا إلا لله. حتى أنت أبوه البيولوجي إياك أن تظن أنك بقوتك ستجعله عبدا. يا رجل إذا البشر ما عم بيرضوا يكونوا عبيد لربهم اللي خلقهم وبيكفروا بربنا، بده يرضى يكون عبد إليك. وأنت فقط دورك في إتيانه للحياة أنك أب بيولوجي. خلينا نكون منطقيين، ما بيزبط أتحكم سلطويا، يجب أن أنال احترام ابني أو بنتي، وقبلها لن يأتي الاحترام إلا ببث المحبة. بلشنا من عند أتقبلون صبيانكم، كواليتي تايم، جلسة. طب كيف أجيب هذا الحكي؟ رقم 1 تايم كواليتي. بدي اصلا اخذ قرار انه اي هاف تو ديديكيت بارت اوف ماي تايم لاولادي. واحد بيقول لي يا شيخ ما... لا 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 لا، هذا قرار، دير بالك القرار واعي، هذا قرار يعني بمعنى. طب انا بدي اقعد ايش اسوي؟ بدك تخطط، مره تكسب قلبه، مره تمزح معاه، مره تلاطفها، مره تحلها مشكله، مره تحنحن عليها، مره تكبر من شأنها، مره تدافع عنها، مره تسالها عن مشاكلها. هاي دورك، هاي دورك 24 ساعه ضمن خطه. ما تأخذوني، كلنا اللي مشتغل لكم علاقة بالبزنس، ما في عندي شيء بزنس بلان؟ في ولا ما في؟ في شيء اسمه بزنس بلان ولا لا؟ بالماركتينج، هلا وصلوا في الماركتينج عم بيستخدموا علم النفس في موضوع أنماط الشخصيات، لدرجة عم بدربوا المدراء والموظفين اللي بيطلعوا للسيلز وللماركتينج كيف within seconds يوقف واحد يحكي معاه عبارة، يحلل شخصيته بأي نمط ويقرر بأي طريقة يدخل له بس مشان يبيعه. هذا اللي عم بحكيه، سمعتوا عنه ولا لا؟
هذا هذا فن هو اصلا علم نفس اصلا موضوع انماط الشخصيات علم نفس اكثر من استخدمه عالميا السيلز والماركتنج تستغربوا عمليا ليش طلعوه من العيادات لوين لعالم البزنس والماركتنج انماط الشخصيه المتفرده والشخصيه التعبيريه والشخصيه التحليليه والشخصيه الوديه قال لك بدك تستخدم اول ما سكاننج سؤال سؤالين كذا عرفتك تخيلوا نتدرب ناخذ دورات كيف تكون مؤثرا كيف تبيع البرودكت تبعك كيف تسوق تعال 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 انت المسوق رقم واحد لله عند ابنك شو مسوق بدك تسوق الله عنده يا شيخ اتق الله ايش العباره اللي بتستخدمها يا رجل ابنك لا يعرف الله انت وسيله تعريفه بدك تسوق ليترالي بدك تسوق ربنا عنده هذا عباره عن انت الرول موديل تبعته انت السوبر هيرو تبعه انت كل شيء في الدنيا عنده فهو انت مصدره فانت الفيدينج سورس انت طبعا بحكي انا انت على التغريب اقصد انت وانت يعني عم بقصد الاب والام الان ماشي ولما احكي عنه اقصد عنه وعنها بشكل عام عم بحكي على اي واحد من البيرنتس واي واحد من الميلز او فيميلز فبالتالي انتوا تخيلوا هون اقصد بدي اخطط بدي اتدرب بدي اقرا بدي استثمر واعطيكم مثال بسيط جدا ما تزعلوش مني على القياس من الوجوه اللي شايفها يعني اكاد ازم على الاقل 40-50% من الموجودين متزوجين على الاقل تقديري من الاعمار بمنظومتنا احنا كمتزوجين لما نرجع لايام شبابنا والشباب والبنات اللي مش متزوجين الان لما نروح على منظومه لما واحد يحب وحده لاجل ان يكسب قلبها كم يبذل من الجهود ليجعلها ترضى عنه وبين قوسين باللهجه العاميه يزبطها بس مشان يصاحبها انت ما بناقش حلال حرام الان بلغه الناس العاديين برا الحرام والحلال مشان رجل يكسب قلب فتاة بغض النظر عن الحكم الشرعي الآن كم يبذل من الجهود بيخطط ولا ما بيخطط بيفكر ولا ما بيفكر بتعلم ولا ما بتعلم بروح بيقول تعالوا اسمعوا شو الكلمات اللي أحكيها شو العبارات اللي أستخدمها شو أكتب على الفيسبوك علمني تعال انت 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 انت, انت أزعر انت مش عارف كذا زي ما كيف تزبطهم كيف توقعهم كيف تقنعهم كيف كذا بنعمل ولا ما بنعمله نعمل طيب مثال آخر الأخوات تزعلوش مني بعض الأخوات لما بدها تقنع زوجها تغير عفش البيت شوف ضحكوا كلهم ضحكوا في خطة ولا ما في خطة على فكرة بتبلش الخطة قبل 6 أشهر بدءا من الحلويات والكيك والأشياء الزاكية وعدم التعليق عليه لما يروح عند أمه خطة من 6 أشهر التارجت شو هو تغيير عفش البيت بس this is a hidden target الخطه ايش براكتيكلي على فكره ما بحكي عنه حرام انا بس عم بوصف واقع انا عم بنبه انا تعرف شو عم بعمل عم بتهاوش مع ابليس تبعنا كيف يعني هلا انتم عم تسمعوا لي انا متاكد في بعضكم بقول لك تزبطش كلام فاضي روح اوكي والله ما انت فاهم لا فانا هاي الوساوس عم تجيك عم بحاول الريحه اشيلها كيف عم بثبت لك انه اللي عم بحكيه اوريدي بتعمله في حياتك اليوميه وعملته وبتعمله باشياء اخرى فعم اعمل لك قياس مشان اثبت لك انه مش بس يو كان يو ار اوريدي دوينج ات باي شيء بدك اياه يعني لك الكثير بتخطط وبتحتال وبتعمل ماركتنج وتسويق وسيلز وبتحقق اللي بدك اياه السؤال نرجع لموضوعنا الاساسي قبل ما اختم اخر كلمات هدفي ايش بدي انا واولادي نروح على الجنه طيب ما عندي قدرة لا مدرسة ولا 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 أو حتى عندي مدرسة بدي أكمل quality time شو اتفقنا بدي لازم أولادي يحبوني ويحترموني كيف زي ما بذلت جهود وتعلمت العبارات المناسبة وطريقة المخاطبة وطريقة كسب القلوب مشان تبيع للشركة اللي بتشتغل فيها أو مشان تسوق منتج أنت بتشتغل فيه أو مشان تزبط زوجتك الحالية لما كنت قبل ما تخطبه أو مشان تزبط أو مشان تغير أو 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 اللي أوريدي عم نعمل كلاته في حياتنا هاي المهارات مثيلاتها قياسا عليها لازم تكون عندك وتتعب حالك وعند اللزوم اقرا وعند اللزوم خذ دورات عند اللزوم روح اسال مختصين كيف اكسب قلب ابني وبنتي كيف اجعل ابني يحبني في اشياء بالفطره طبعا في قواعد عامه جدا قواعد عامه جدا 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 شو القاعده الذهبيه تعرف شو القاعده الذهبيه بين كل الاديان لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه انا بحب حدا يشتمني لا تشتم ابنك أنا بحب حدا يتدخل بخصوصيات الدقيقة اللي ما بتأثر على حدا لا تعمل هذا حكي مع ابنك وبنتك أنا بحب حدا يغز بعيني وأنا غلطان ومش طالع في إيدي إشي وخلص غلطت وخلصت ولا بحب حدا يستر علي ويساعدني إني أتخطاها
تكسرش نفسيته، غلط وخلاص يا زلمة، ما فيش رجوع، غلط خلاص، تفضحوش قدام أولاد عمه، تعايروش. طب شو المشكلة؟ طلع شوف، تعال تعال طلع على اتقارنوش بغيره. على فكرة واحدة من أسباب القاتلة في التربية للأولاد والبنات، قاتلة، المقارنة بالغير، قارنه مع نفسه. طب أنا مثلا ابني الاي كيو عنده فرضا بما له علاقة بالرياضيات منخفض، أظني أقارنه بواحد مبدع بالرياضيات؟ ليش يا جماعة؟ ذكاءات متعددة. أكبر سبب من أسباب دمار منظومة التعليم أنه عم يقيمون على علامة فقط. العلامة هذه سبب من أسباب السخيفة في التقييم. في ذكاءات متعددة وقدرات متعددة، ويا مع فكرة معظم مخترعي العالم لم ينهوا الجامعات. وأكبر مثال أديسون، عارفين قصته؟ 1027 براءة اختراع. وشو أستاذه شو صنفه في المدرسة؟ تيس. قال عنه غبي، صنفه كتب هذا الطفل إيش؟ غبي لا يصلح للدراسة. أديسون 1027 براءة اختراع، على مقياس مين حبيبي؟ تخيلوا هاي المعاني كلها. مش شطارة مني، أنا تعلمت ودرستها وقرأتها وجلست، جلست على الركب، سمعت مئات إذا مش آلاف الفيديوهات، وقرأت آلاف الصفحات. علم هي موجود، كل شيء مفتوح، بتعلم، بجلس، بلغي التشاتينج بتضيع الوقت، بلغي متابعة باب الحارة بكله بالكذا، بلغي الام بي سي وبلغي السي بي سي وبلغي القرود والسعادين اللي بتابعها، بلغي الخمسمائة فيديو بس مجرد نكت، بلغي كلاته، وبعمل تخطيط مشان أغير شخصيتي، كيف أتعامل مع أولادي وبناتي بكواليتي تايم مشان يحبوني ويحترموني. وانس حبوني واحترموني بعد ذلك، حط اللي بدك يا بردوا عليك، انتهى. احنا ايش عم بنعاني أصلا لما نودي أولادنا عند الآخرين؟ بحبوهم بحترموهم فبيقتبسوا. واحدة من المشاكل اللي قيلت لي، بيقول لي واحدة من أكبر المشاكل في المدارس العامة إنه المدرس بيكون رائع جدا، لطيف جدا، وفي نفس الوقت شاذ. هو ما بيقولهم كونوا مثلي، بس إيش؟ بحبوه. ركزوا معاي، بحبوه. طبعا exactly. وانت بتدخل بورطة كبيرة جدا. على كل حال ترى الموضوع كثير كبير، تعرفوا أنا عم بحكي لكم إياه بينعطى عادة بدورة مكثفة 20 ساعة و26 ساعة و40 ساعة، صعب إني كلها أحطها. على كل حال اللهم صل على سيدنا محمد. أنا نسيت حالي على فكرة بالكذا، أنا جوزت وقتي صح؟ طيب معلش، ضل عندي قضية نهائية أختم فيها. بيلا هاي قوية. إن شاء الله لست من هؤلاء، إن شاء الله. بدي أختم، ترى توري بالكو أنا أقول لكم أحط تصور، بس أنا عمليا وأنا عم بحط تصور عم بعطيكم أحكام عشان تقيسوا عليها. بختم فيها، وهذه الختمة ضرورية جدا لا تقل أهمية عن كل اللي قلته. شو هي؟ على أرض الواقع، طب يا دكتور قسما بالله أنا أعلم أناس والله ما قصروا، دم قلبهم حطوا وسووا، أولادهم انحرفوا، ممكن؟ يا سلام، ما أحلى إسلام ده. فكركوا قصة نوح مع ابنه إجت ليش؟ ليش فكركوا؟ واحدة من حكمها، تعرفوا ليش؟ مشان يطمن هؤلاء الناس انه after doing your best it's not your problem. بس بعد ما تبذل جهدك والله مطلع على ما بذلت، المشكلة طلعت من عندك، اللهم لك الحمد. كنت بحكي للمبارح جالسين هيك جلسة رائعة مع الدكتور ومع الأخوة الأحبة، قلت لهم أنا شخصيا بتحدث عن نفسي، أنا أمجد قرشة، واحدة من أعظم النقاط اللي خلتني أحب ديني وأعتز بديني وأفتخر بإسلامي بعد الإيمان بالله، القاعدة التالية: أن الحساب عند الله يوم القيامة على النية ثم على الجهد بغض النظر عن النتيجة. إنما الأعمال بالنيات، وبعد ذلك إن أنت إلا نذير ليس عليك هداهم. سويت اللي عليك يا آية لا، إذا لا كان الله في عولك أمام الله. طب يا رب سويت اللي علي بس ما ردوش، It's not your problem. حياك أهلا بك يا عبدي الصالح، روح الجنة وما لكش دخل. دليلي على ما أقول، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت عم استعطف، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، هو قرر ينعزل عقديا إيمانك عنك، إنه عمل غير صالح. طبعا إلها قراءة ثانية، إنه عمل غير صالح، وهذا من إعجاز القرآن، نفس الرسم بالكلمات، عمل، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني. أي عملك بطلبك المغفرة لابنك الكافر غير صالح، فلا تسألني ما ليس، اطلع برا.
وتقرأ إنه أي ابنك عامل عملا غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. أنا بتصوري أعظم آية بتخفف عني إذا بذلت جهدي والنتيجة كانت عكس تمنياتي، إني المهم بالأخير أنا نجوت عند الله ولا ما نجوت؟ واحد يقول لي المهم إنك نجوت، طبعا المهم إني نجوت، شو نكتب على بعض؟ قال المهم طبعا المهم إني نجوت، أنا نضحك على بعض، مش أنا اللي حكيتها، ربنا سبحانه قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى. شو نضحك على بعض؟ في الأخير عند الحزة واللزة بالنقطة النهائية نفسي نفسي، صح ولا لا؟ بالأخير أنا بدي أنجو. شو أقول لك؟ لا والله قسم بالله إذا بتحبه بتأخذ بإيده على إيده على الجنة. طب ما رد علي، سويت لي عليه محزن محزن بس مهوش مني أنجو. حد بيقول لي شيخ هذه أنانية، مش أنانية، أنت بذلت كل جهدك وهو ما رد، هذا قمة العدل الإلهي. لأنه إذا بدك تجبر ابنك يروح على الجنة بطل في تخيير، معناته بطل في حساب منطقي. أنت خيرت، كان بإمكانك تنحرف وما انحرفت، هو خير قرر ينحرف، إيش عمل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، متألم سأبكي لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مثال نوح. اكتملت الصورة؟ فالآن في حدا بدما أعطى تصور طلع برا المسألة؟ ترى كلياتنا وأنا معكم واقعين تحت واحدة من الحالات اللي شرحتها، صح ولا لا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت لشيء من خير، جزاكم الله خيرا، حسن الاستماع، بارك الله فيكم. ننتقل إذا بتحبوا ما بعرف في استراحة ولا جلسة كيو أند إيه سيشن. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على حسن الاستماع والتركيز، ويا رب يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتكم استماعا وفعلا ان شاء الله. ابشركم وان شاء الله حنلتقيكم قريبا. الدورات اللي حكاها الدكتور اللي هي 20 ساعة واكثر واقل باذن الله سنأتيكم بها، فيها شهادات حضور، فيها رسوم نحكي فيها مع ان شاء الله اصحاب المدرسة والمدراها، لكن مهمة جدا، ومش بس للمتزوج والكبير، لا للجميع. يعني هذا برضو الأعمار، فدورات في مجال الزواج وأحكام وغيرها، ودورات في مجال الإلحاد، دورات في مجال مجالات أخرى كبذرة. هنا خبر مهم لجامعة إسلامية الأولى في كندا على مستوى أعرق جامعات العالم، ستبدأ معهد شرعي سميناه دار الحكمة، ثم كلية تصبح كلية بعد الأوراق وغيرها، ثم تصبح جامعة بأفرع في كبرى المدن وبكورسات أونلاين، وغالباً ستبدأ الأونلاين لأنها هي الأيسر في البداية كتأسيس وتجهيز، وبدأت الدورات فعلاً في أونتاريو، وبإذن الله قريباً سأعطيكم لينكس لما تكون جاهزة الأونلاين، لأنه بعضكم قد واللي بيجي على أونتاريو أهلا وسهلا، واللي بعرف حدا في أونتاريو يخبروا على الدورات هذه، مؤسسة الدار ستعلن عنها كل فترة وفترة. جزاكم الله خير مرة أخرى وأخرى. لكم تذكرتك دكتور، تسمح لي ثانيه معلش انا نسيت اقرا بس ماده صغيره. تسمحوا لي معلش. الله يكرمكم. وين راح الصوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله صوت. في هنا بس ماده سلايد واحد كنت حاطه هنا فيه خير على امراه غربيه يبدو تربويه، كتبت العبارات التاليه بدي انقل لكم اياها. بتقول لو أمكنني إعادة تربية طفلي ثانية، جزء من الكواليتي تايم كنت بحكي عنه، الجلسة الوقت النوعي مع أولادي. شو بتقول؟ بتقول لو أمكنني، طبعا هذه ليست عربية ولا مسلمة عم تحكي هذا الحكي، فإحنا نأخذ بالمعاني الإنسانية العامة. بتقول لو أمكنني إعادة تربية طفلي ثانية لاستخدمت أصابعي في التلوين معه بدلا من استخدامها في الإشارة لإخطائه. أنت 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 هاي المشكلة. قال لقللت من تصحيح الأخطاء وأكثرت من اتصالي به. هذا خطأ، هذا صح، هذا كذا، لا روح أقعد معه وإحكي معه. قال لقللت من مراقبتي للساعة وحاولت أن ألحظه بعيني. لا تحسس أنه دائما تحت المراقبة يطلع من جلده ويروح يهرب منك بعدين. لا قمت بكثير من الرحلات وأكثرت من اللعب بالطائرة الورقية. لتوقفت عن المعاملة بجدية وأكثرت من اللعب. لعدوت عبر الحقول وحدقت في مزيد من النجوم بمنظومتها. لأكثرت من عناقي له وقللت من العراق. تخيلوا واحد يكون بخطة
ينوي وتنوي أن يضم ابنه وابنته على الأقل 10-15 مرة في اليوم؟ نعم يا شيخ اتقي الله يا زلمة، أنا مليح فيه إذا بطيق أضم ابني مرة في الشهر. لا 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 لا، قلنا بدك تاخذيه للجنة ما بزبطش، بدك أعطينا. قال لقللت من الحزم وأكثرت من تأكيدي على حبي له. بالله عليكم، كم مرة بتحكي لابنك وبنتك بسياقات معينة أنا بحبك؟ بالمجتمع العربي خاصة وعند الرجال خاصة تجاه أولادهم وبناتهم مشكلة. قال لشيت، قال آسف، قال لشيت اعتزازه بنفسه أولا ثم اهتممت بتشييد المنزل. يعني أسم مرتب وكذا، لا تعال 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 كذا الأخير، لا تكسر نفسه. قال لقللت، هاي آخر واحدة، لقللت من تعليمي حب القوة له واهتممت بتعليمي قوة الحب عنده. ما كلام يعني بتفكر فيه كلام تربوي خطير جدا، يعني لو ترجم لواقع عملي إن شاء الله. جزاكم الله خير، آسف وقفتك يا دكتور. ننظر في الأسئلة سويا إن شاء الله. خلال هذا الوقت أحمد رتب موضوع جوائز دور برايزز، أحمد تأخذ الميكروفون وتقوم بهذا الأمر لما ننظر في الأسئلة. تذكير بشيء، أنا نسيت أذكر الأخوة والأخوات إنه في المحاضرات يعيد حط التليفون على الصامت حتى ما يصير ديستراكشن، والقهوة جبناها من هنا يعني برا، لكن أهلا وسهلا بكم أن تبقوا في المدرسة ضيوفا علينا حتى المحاضرة الأخرى. الموضوع بس اللي بعد المحاضرة هاي موضوع ساعة اثنين، موضوع مهم على السوشيال ميديا، فإن شاء الله حضوركم طيب جميع مدعو. بالنسبة للجوائز المهارس جانا ناس، لا انا عايز اقول لك دخل لادي فرنش هم جايين من ضيعه من مصر، لادي فرنش عشان تعلموا فرنسي. اسمع كتب قصص طيب. اظنهم جاب سيره المدرسه، علمت منها بان المدرسه لا ترد وعي من اجل المال، فبعض الاهالي لانه ما بيدفعوا ما عنده قدره يخوض اعذار، فانت ما فانت تاتي محفوظ في محفوظ، يعني ما حد راح يخوض اعذار، ما لك قدره ما تاخذ ولدك للمدرسه الفرنسيه او شيء، لانه انا ما بيدفع. في هذا المعنى استاذ احمد مثل ما احتوى الاستاذ فهمت شكرا. لا جميل هذا نصيحه. الطفل فيها من البيئه تعيش في اقل ما يمكن. هل من عند راحة الدنيا طبعا من في النص الإسلامي؟ هل يمكن سؤال مهم عن راحة عليها تكون حضرتك تكلمت عن القبلة والأمك تحمل الأباء القارئ تقاس عنك كل الأباء حمل ما تأخذ فيك، هذا أصبح كل شيء تعطي والله مهم. هذا سؤال اثنين وثلاثة هو نفس الورقة؟ في ورقة ثانية عندك سيئة بتحكي. ثلاثة ستة تسعة تعلم ايش رقم ثالثا ورابعا ذهب الأولاد إلى المدارس الإسلامية. جائزة قيمة مصيبة صدقة إن شاء الله. ثلاثة ثمانية واحد اللغة العربية بالإجازة. طيب إن شاء الله.
الله يجزيك خير. نسوي جوائز. ما شاء الله. هذا راس احكي لك انت ايش رقم الخدمه؟ ايش رقم الخدمه؟ طالعوا خلصنا. طبعا للاخوه والاخوات اللي معي على الصفحه، انا بعد قليل راح اكمل شو اسمه الاجابه على الاسئله ان شاء الله على قولة فيصل القاسم، فابقوا معنا. الرقم ابو احمد 4 9 5 4 9. الله الان فصعد اسمك ابو احمد. طيب الجائزه الاخيره اعطيني اياها بدون بس عجيب كلهم رجال ولا لا؟ لا أخذوا النساء. أخذوا؟ غضينا غضينا. هذا البصر. تمام هيك؟ إن شاء الله. الله يجزيكم خير. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجزيكم خير. بارك الله فيكم ومبارك للفائزين، وأسأل الله أن تكونوا جميعا بإذن الله من الفائزين عند الله. اللهم آمين. بالمناسبة أنا إذا الله قدر لي وأكرمني وكنت من أهل الجنة، أول دعوة غذاء وطعام في الجنة كلكم معزومين عندي. والله جدي ما بقى إن شاء الله، وعلى شرف عمر الخطاب وعائشة رضي الله عنهما. أنا لا أمزح والله، حقولها جادا، إذا ربنا أكرمني وكنت من أهل الجنة وكنا جميعا نسأل الله أنكم من أهل الجنة، فأول دعوة في الجنة كلكم معزومين عندي على شرف عمر وعائشة رضي الله عنهما إن شاء الله. طيب بما يفتح الله، السلام عليكم، جزاكم الله خيرا، الله يكرمك أو يكرمك أو يكرمك. السؤال يتعلق بالمسائل الشائكة التي يسألها أولادنا هنا، كيف نرد عليها؟ هل توجد مصادر أو كتب نرجع لها من ترشيحكم؟ الأسئلة من مثل: هل كل غير المؤمنين بالإسلام مثل المعلمات بالمدرسة مثلا هم يدخلون النار؟ ما كسؤال أخي أخواني وأخواتي، هي بدها علم. الجواب لا، مش على إطلاقه، إنه فيها تفصيل قياس على موضوع أهل الفترة، من وصله، من أقيمت عليه الحجة، من لم تقام عليه الحجة، من كان مدركا من غير مدرك. الموضوع هذا الحالة بدأ محاضرة، لكن الجواب هل كل غير مؤمن يدخل النار؟ لا، فيها تفصيل المسألة، لأنه القاعدة الأساسية تنطلق فيها بس اللي هي: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هنا الرسول بالمعنى العام وبالمعنى الخاص للشخص نفسه، فيها تفصيل المسألة لكن بدها علم. أعظم ما يميزنا عن غيرنا في تاريخ البشرية أن أمة اقرأ، مع أن الهدف النهائي من دين الإسلام كله هو ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومع ذلك أول آية نزلت ليست أسجد ولا أعبد ولا إركع، وإنما اقرأ، لأنه if there is no اقرأ there is no أعبد. بدون علم بدون قراءة ما في، فبدنا نتعب على حالنا. بس طبعا جواب سريع، الجواب لا، مش كل غير مؤمن، وفيها تفصيل. مثلا نتكلم ازاي؟ شوفوا انا قديش ذكي، عرفت انه كاتبة الورقة ما اخت مصرية، شوفوا الذكاء الاي كيو عندي. نتكلم ازاي عن الشذوذ الجنسي؟ سؤال والله مؤرق فعلا، والله يكون بعونكو، انا بقولكو الله يكون بعونكو، مو امر مو سهل. انا نفسي لأنه هذا قانون هنا لم أكن، يعني أنا بسأل أخويته كيف تتعاملوا مع هذه الإشكالية، الجواب الذي قيل لي ممن سبقني من أهل الخبرة، لأني أنا لست خبير. أنا شوفوا لما أحكي خبير، الخبير لا يعني بس بيعرف بالأحكام الشرعية، خبير بقانون البلد والأحكام الشرعية والمقاصد الشرعية والحكمة في الدعوة وما يقال وكيف يقال ومتى يقال وإلى آخره، هنا هذا المنظومة كاملة، أنا لا أستطيع أن أزعمها الآن، أنا ضعيف الخبرة جدا في التعامل، لأنه بالقانون نفسه تقدر تستخدم القانون كيف تطرح قضيتك. ما نقل لي وقيل لي أفضل إجابة قانونية هي القرآن يحرمه، حابب تقبله
اقبله، مش حابب تقبله this is your problem نقطة. معي هذا طبعا. وفي أشياء تقال بشكل خاص تشرح للإنسان، وليس كل شيء يقال في العلن للاعتبارات اللي انتم بتعرفوها. باختصار الآن ازاي أعلم الطفل عقيدة الإسلامية الصحيحة وفي نفس الوقت لا يتصادم مع المجتمع هنا أو يصير منافقا؟ سؤال كتير كبير، بس أنا أقولكم مشان ما يصير منافق ما بده يكون عنده الدبل ستاندرد، ما يعيش ببيئتين متضادتين من البداية. عدم النفاق كيف يتم يا أخوي يا أخوات؟ بده يتأسس على إشي صح ويتعلم كيف يكون عنده مرونة. هذا مشكلة، مش مشكلة مسلمين بس، مشكلة كل إنسان معتز بما يؤمن به. طيب السؤال، اليهود ما عندهم نفس الإشكالية؟ المسيحيين الملتزمين ما عندهم نفس الإشكالية؟ الرهبات الكاثوليكيات ما عندهم نفس الإشكالية؟ الكاثوليك هنا مدارس كاثوليكية، عندهم نظام ولا ما عندهم؟ ويدعو لمنظومتهم ولا لا يدعو؟ بل أنا سمعت أحد المختصين بيقول لي بعض الإدارات الكندية المختصة بيعانوا مع بعض المدارس الكاثوليكية إنهم بدهم يدخلوا الدين بالرياضيات. نفس الحكومة الكندية بتعاني مع بعض الكذا، أصحاب اعتقاد عندهم منظومة عقدية عم بيدافعوا لأجلها وبيستخدموا القانون في ذلك. معي أنتو؟ فالنقطة الأساسية شو اللي أعمله؟ أنا تصوري الواضح ما ينشأ من الأصل على تناقض وتضاد، لأنه ببطل في عنده هوية، هويته كوكتيل بتصير. أنت أو أنت صاحب السؤال أو صاحبة السؤال عندك اعتقاد بشيء صح، المنطق البديهي تربيه على شيء وبعد ذلك تفهمه كيف يتعامل باحترام ضمن منظومة علمية. مش مستحيل أنا بجواب أجاوب كل هذه الأسئلة هاي لحالها، هذه الورقة هي عبارة عن ثلاث محاضرات على فكرة، ماشي؟ لكن عم بحكي بشكل سريع جدا. الآن السؤال الذي لي، هل ننعم براحة الضمير طالما أبناؤنا في مدرسة إسلامية؟ الجواب definitely لا. هاي عبارة عن حلقة في سلسلة الكواليتي تايم والترباية والبيئة. ديروا بالكم لما أحكي بيئة، بيئة الأصدقاء والأصحاب. ونصيحة لوجه الله تعالى، كون أولادك وبناتك في مدرسة إسلامية مش مطلوب مدرسة إسلامية تجيب ملائكة الأرض وتحطها وتجيب صحبة لأولادك. قد يكون في ناس مش جيدين موجودين في مدرسة إسلامية، هذا مجتمع. هي مدرسة إسلامية عندها فلتر سيستم إلهي، ما عندها دائما هذا كذا. بدي أتابع، بدي أتابع أصدقاء وصديقات أولادي وبناتي من هم، بدي أحط سيستم في البيت بالاحترام. أنا بدي أعرف برايح بيت مين، لا بدي أعرف بابا لا تدخل. لا حبيبي، أنا لأنه الله خلقني بالفطرة أنا دوري أدير بالي، أنا مش بدي أطمن، أنا بدي أدير بالي بس أطمن، أشوف أراقب معينة أدير بالي مش أطمن عليك. ما يصير بعمر معين بتفق معاه وبلتزم بالاتفاق، بتعرف أصدقائه وبروح بزور العائلة كذا إلى آخره، بحط سيستم بنتفق عليه. هذا بيصير، هذا ما بيصير، هذا مظبوط، هذا غلط. وهذا لا يأتي إلا بكثرة الاحتكاك والتواصل والمناقشة والحوار. يعني أحكي لكم شغلة، يعني ما تأخذوني مش مزاودة على أحد، بس أنا ما بملك القدرة أني أتفلسف عليكم إذا أنا ما عم بعيش اللي بحكي، ما بقدر ولا أكون منافقا. أنا اللي عم بحكي معكم هذا على مستوى أنا وزوجتي، لا مش أنا وأولادي. لسه أنا من النوع اللي لما أكون تعبان جدا 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 ومش قادر أحكي بحكي مع زوجتي ساعة في اليوم. لما أكون تعبان جدا ومش قادر أحكي بحكي معها ساعة. وصلت؟ هذا أنا مش قادر. وهي صاحية عم تسمع كل خطأ. بس زوجتي is an excellent listener. ترى أنا إحنا عندنا معادلة مقلوبة، أنا اللي بحكي وهي اللي تسمع. أنا كثير حكي في البيت. فالله رزقني بزوجة مستمعة. بس شو بدي أوصلكم إياه؟ أنتوا بتعرفوا إنه أكثر من 70-80%. أنا وزوجتي بالاتفاق من تربية أولادنا وإحنا بنسولف، بفتح 50 موضوع أنا وياه وهم بيسمعوا، بتشربوا كل المعاني. بعدين واحدة من الأساليب إذا بتحبوها، I trained myself بعد فضل الله to be a storyteller. أنا كل حدث بيصير عندي في حياتي بروي لزوجتي على مسمع أولادي وبناتي as a story، وبعمل اكشن. اول ما ادخل اسكت واقول لكم شو صار معي اليوم. بابا ايش ايش بابا ايش صار؟ استني ايش بعد ما اكل. تعال بابا يابا 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 ايش صار؟ شو صار معك اليوم كذا الى اخره وكذا. بحطهم دائما انفولف ذم، بحطهم بمشاكلي وبحروبي وبهوشي على الفيسبوك ومشاكلي السياسيه والفكريه والعقديه اول باول. عايشين معي
مش انه انا لا 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 عايشين معاي وباخذ رايهم وبسمع لهم وبضحك معهم وبتابعوني وبابا شو صاروا بيعرفوا قصص ولا طب هذا جزء من التربيه ما بوقف كذا لما فهذا جزء من الوقت اللي مش بضيع قاعد مع اصحابي طول الوقت عدم المؤاخذه ولا طول الوقت قاعد على القهوه وكذا الاخرين حتى وانا بسول بعض الاحيان بغمز زوجتي غمزه صغيره بكون عم بحكي قضيه معينه انا قصدي اسمعها لبناتي ولابني بيهتموا وبعمل حالي مش كذا الى اخر بعدين بابا شو صار بهذيك القصه بمرر لهم قصه تربويه اخلاقيه على مشكله اجتماعيه انا عمالي بعالج بدون ما يعرفوا مين ما بهتك اسرار الناس والعياذ بالله قد اكون عم بحل مشكله وبعض المرات بشركهم معي بدون ما يعرفوا لانه مش بعرفهم بكون حدا عم يستشيرني من بلد ثاني اصلا وجايني ايميل ولا تليفون ولا عندي قصه بقعد ولادي وبناتي بقصد اربيهم بطلب منهم رايهم في المشكله حتى لو ما بدي اخده مشان افهمهم تشوفوا الواقع شو عم يصير فيه وأعطيهم رأيي في الموضوع وأسمع منهم مئات المرات عملتها في حياتي بل قد تصل إلى الآلاف لذلك ما عم بتغلب بأنه لما أحكي بمنظومة قيمية غلط صح أعتقد أشوف ما عم بجد أول المعارضين أو أول المعانين وأول الكذا ورأي ورأيك أولاد وبناتي بدي أحط جهد يعني عذرا يمكن مش صح الواحد يقول أنا بعمل أنا كذا بس أنا لأني عم بنظر عليكم يمكن بعضكم يتسأل طب أنت إيش بتسوي وكان الموضوع ليس أنا لكن الآن جاء بسبب السؤال هل يمكن تتمة السؤال طبعا جوابا على هل ننعم براحة الضمير لا لكن الحمد لله أديت جزء من دورك كمل الدور وكمل زي ما يقول كمل معروفك هل يمكن الاعتماد على المدرسة الإسلامية لتكون كندا نجاح لهم برضو نفس الشيء لا 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 هاي حلقة من حلقات النجاح بتكمل بعدين ديروا بالكو التواصل مع المدرسة يا جماعة المدرسة كيف تقوم من أين تأتي قوتها في إلها عدة أركان على رأسها أنتوا الأهالي أنتوا الأهالي والسبورت اللي بيجي من الأهالي من أعظم أركان تقوية المدرسة والسبورت يكون بيكون تحموا ظاهرهم وتساعدوهم وحتى وهم غلطانين ما تكسروا عظم معهم تساعدهم ووقفوا عملية المنطق تتعاملوا مع الأساتذة والمعلمات كم مرة أنا على سبيل المثال بتشوفوا بتربايتنا إحنا الاجتماعية بغلط ممكن معلم أو معلم مع ابنك أو بنتك خليه يجي على البيت يقول حكالي الأستاذ وحكت المعلمة بنقوم زي روحوش عليهم بتربايتنا وبنروح ومنكسوا ونعمل تعال 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 يا زلمة يا رجل اتق الله سبحانه وتعالى والله أنا كم من مرة إجت بنت من بناتي بتكون زعلانة بتكون معلمة كذا وقفت عم تحكي بأسلوب مش مؤدب بحكي لها احترمي معلمتك احكي عنها بأدب ما بسمع لك بابا مو ما بسمع لك لحتى احكي عنها بأدب بعدين بسمع لك شو القصة ما بسمح لها إذا أنا أبوها بدي أسمح وتكون صغيرة وزعلانة لأنها مثلا فرضا أهانتها فرضا ومش كذا طيب ماشي بتروحي بكل احترام ما بينقص احترامها غلطانة معك احكي لها أنسى معلش أنا كتير بزعلانة ومتضايقة لأنه أنت لما صيحتي علينا أنا كنت مش مع المجموعة فأنا ضايقت فعلى الأقل ريحي حالك وخليها تيجي معلمة بتعتذر بتقولها أسفة حبيبتي والله أنا ما كان كذا قلت حلت المشكلة بس ما بخليها تحكي يعني تعمل ممنوع طب إذا أنا الأب ما ساعدت طب هو المدرسة وهي السبورت كلياتنا مع بعض بالأخير إحنا كومينتو ديروا بالكو أنا لسه ما حكيتش لسه بدورنا كلياتنا أمام الله على المجتمع غير المسلم وقديش في علينا حساب يا ويل ويلي ألا ينطبق علينا قول الله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين طي شو بتخوف هاي تخيل يكون هو غير مؤمن وسبب عدم تفكيره بالإسلام أنا ويوم القيامة يأتي يقول يا رب خذ لي حقي من هذا الظالم أنا رايح جهنم رايح بقول يا رب مش أنت العدل أنا حتى بدي أفكر هذا المسلم خلاني أفكر مليون مرة ما أقرب على الإسلام ترى له حق في ذلك هاي طبعا قصة أخرى هاي الحالة بدها محاضرة طب متى نفقد الأمل في صلاح الأولاد بعد الأخذ بالأسباب؟ ما في فقدان أمل حتى ندخل القبر فيش اسمع المؤمن بقاموسه برأيي فيش كلمة إحباط ولا يأس does not exist the vocabulary deletes أولا حضرتك تكلمت عن القبلة والأم أكثر حنانا من الأب بشكل عام هذه القاعدة أتوقع غير صحيحة لأن كثيرا من الآباء أحن من الأمهات وبالأخص في كندا ما بعرف أنا يعني إذا في سيرفي على الموضوع أنا عم بحكي على المشهور المشهور بالفطرة الأم أكثر حنية من الأب يعني هذا مشهود يعني ما بقى الأخوات بتأيدوا هذا ما هيك مزبوط بكندا الزلام كيفه
اسمعوا اجاكم كريدت بدون ما تعملوا شيء. لكل قاعده شواء. لا لا يعني انا عم بحكي على المشهور العام البشري العام جدا معروف بشريا مش عربيا ولا اسلاميا انه الامهات احن. طبعا لانه الله خلقهم هيك يعني شغله على فكره قضيه فطريه هاي. على كل حال فشو بتتصنف؟ تتصنف ماما الغولة. بالظبط. هذا بعض الناس بحب مصلحة مع الطرف الثاني. لا لا لا. هذا بعض تفسير. كويس انك بتقبل يا زلمة. بس خليني اكمل في 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 نقطة قوية للأخت اللي عم تحكي هون، بتقول وبالأخص في كندا أصبحت المرأة كل شيء والحكومة تعطيها المال والإدارة. كأنها عم بتشير لبعض الحالات اللي في منها، أنا سمعت عنها بعض الحالات. الأم للأسف عم تخرج عن طور أمومتها، عم تخرج عن الإطار اللي الله بده إياها منها نتيجة بعض القوانين اللي بتشجعها على التمرد فبضرب المعيار. لا لا، هاي طبعا حالات شاذة يعني حتى لو كثرت هي خطأ. خطأ حتى لو للأسف. طبعا أنا سمعت عن حالات حالات مرعبة في بعض المدن، رحت على زرت إحدى المدن زي كيف هاي المدينة بس مدينة أكبر منها يعني في الجي تي اي. قالوا لي خلال 3 أشهر في هذه المدينة 100 حالة طلاق في مسجد. إجت على المسجد 100 حالة طلاق 3 أشهر. ماشي أسف ب120 يوم. قديش قلت رقم 100 حالة طلاق ب4 أشهر. 120 يوم 100 حالة طلاق. تخيلوا معظمهم الطلب من الزوجة بعد ما عرفت إنه الحكومة بتعطيها فلوس. ففي مشكلة، مشكلة بمنظومة العلاقة بين الرجل والمرأة أصلاً، مشكلة كبيرة جداً. على كل حال، فلذلك يعني ما في غير نرجع للمنظومة، نتقي الله سبحانه وتعالى. موضوع كبير صعب بجواب أحله. بتكمل صاحبة السؤال بتقول حضرتك تكلمت عن الذين قدموا إلى كندا مجبرين، وهنا المشكلة بحد ذاتها، لأن كندا كانت تختار أكثر العائلات الغير متعلمة وتركز على جلبها إلى هنا، أما المخيرين فهم متعلمون واعيين جدا. عم بقرأ كما هي أنا بغض النظر عن الإعراب. أنا أتوقع يستطيع المحافظة على العائلة ويوجد حالات شاذة. ترى عم تحكي فيه منه بزاوية. هذا طبعا دير بالكم مش هذا مش منظومة كندية، هاي منظومة غربية أمريكية ألمانية بكل أوروبا. أنتوا بتعرفوا أنه بعض الأحيان في بعض التقارير تشير أنه دولة مثل أمريكا ممكن تكون وراء حرب الصومال تخصيصاً مشان تجيب يد عاملة للمدن اللي عندها. في منه البوسنيين اللي نتيجة البوسنة والهرسك وما حصل لهم في 1995 هجروا كثير من ربع أيدي عاملة. في منه ترى الفكرة يعني الموضوع هذا عالم مادي رأس مالي اقتصادي بده يد عاملة باختصار موجود. الفكرة والمبدأ والاحتمالية موجودة، لكن احنا الآن خلينا نحكي بما تحت أيدينا، منطق البديهي اللي تحت أيدينا الآن. آسف وين هي القضية؟ لأن كندا طبعا هذا واقع. ربنا علمني بالقرآن ويمكرون ويمكر الله. المكر هو التخطيط في الخفاء. بدي أفترض أنه هاي النظرية في منها. طبعا أقعد أضلني ساكت؟ أنا ما في بإيدي أسلحة فكرية علمية أخلاقية. فيه بدي أشتغل أنا كمان. ما هو عبارة الكون قائم على المدافعة. شو المدافعة؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها بمدافعة. Do your best. أعطيكم عبارة تصدمكم أو قصة هي مفرحة وصادمة. حضرت خطبة. أنا عشت سنة في أمريكا بالمناسبة، عشت 6 سنين في بريطانيا وسنة في أمريكا و6 أشهر في تركيا و6 أشهر في روسيا. هذول الإقامات غير عن الزيارات. في سنة التي كانت في أمريكا الأصل أن أنا أكون خطيب جمعة، سافرت لأحد الأماكن المهم في إحدى الولايات عم بستمع لي بخطبة للمتحدث أمريكي في إحدى الولايات. قال عبارة صدمتني، بيقول 200 years ago in America there was a very famous slogan or statement. It is said that is it possible for a Catholic to stay a Catholic and be an American. تخيل بقول لك قبل 200 سنة في أمريكا كان في عبارة مشهورة، هل يمكن للكاثوليكي أن يبقى كاثوليكيا ويكون أمريكيا؟ كأنه بيقول لك إيش،
مستحيل أنت تكون أمريكي إذا بتضلك كاثوليكي من شدة الاضطهاد والكره للكاثوليك في أمريكا البروتستانتية. طيب هذا حق قبل كم؟ 200 سنة. الآن من يسيطر على أفضل الجامعات الأكاديمية في أمريكا؟ كاثوليك. أفضل المدارس الخاصة؟ كاثوليك. أفضل المستشفيات؟ كاثوليك. إحنا مسلمين لما نروح على ولاية أو مدينة ما فيها مدرسة إسلامية وين نروح؟ مدرسة كاثوليك. حتى بأمريكا معيتوا؟ شو الرسالة اللي وصلها؟ قبل 200 سنة كان الكاثوليك مضطهدين بأمريكا اضطهاد الأصل، يظلهم يبكوا حالهم ويلطموا خدودهم ويعملوا اللطميات زي الجماعة بتعرفوهم، يقول لك وضعنا هيك وضعنا هيك وماذا نفعل وماذا نفعل ونفعل وماذا نفعل، طيب يبكوا على حالهم. يقول لك لا، مضطهدين. طب شو الحل؟ اشتغلوا حالهم وأسسوا إيش؟ مدارس وجامعات ومستشفيات. الآن أفضل الجامعات والمستشفيات والمدارس عند الكاثوليك. وهي تطلعوا أحد أمثلة التطبيق هون. أنتوا بتعرفوا إنه الكنيسة الكاثوليكية هنا في الدستور بتأخذ من الميزانية 12 مليار بالسنة تقريبا. طب نجحوا ولا ما نجحوا؟ نجحوا. طب أنا بعرفش التفاصيل كيف نجحوا، بس ديفينيتلي في جهد انحط. يعني هي بدها دراسة، أنا بعرف المعلومة، بعرف الواقع والمعلومة، في التفاصيل في جهود جبارة. هاي آلاف المدارس بتنجاب بلاش هيك. أختم؟ والله خمس دقائق. شو أعمل؟ أوكي طيب، أنا معناته بجاوب عليه، بقدر عليه مش ضروري كلهم. عندما تكلمت عن ذهاب الأولاد للمدارس الإسلامية، أكثر الناس الآن بيفكروا أنك عم تعمل دعاية للمدرسة. إيه طبعاً بدي أعمل أبو أم اللي خلف الدعاية لكل مدارس الإسلامية. يفكروا طيب عم بعلنها، أنا مستعد أعمل دعاية لأي مدرسة إسلامية على مش بمجرة درب التبانة، مش كوكب، مش بريجاينا، بالمجرة. طبعاً بدي أعمل دعاية. يفكروا يا سلام، الهندوسي بيعمل دعاية واليهودي بيعمل دعاية والمسيحي بيعمل دعاية والملحد بيعمل دعاية، ليش ما أعمل دعاية؟ يعني عدم المؤاخذة، ناس عاملين هالجهود الجبارة مشان يحافظوا على أولادكم وأولادنا في كمان. طبعا أنا بأي لحظة ممكن أعيش بأي مكان كذا، ما نقول لهم جزاكم الله خير. طب هم عمليا عم بياخذوا بيدين أو عم بيساعدونا أولادنا ما يروحوا على جهنم. طبعا why not، ما نستحي ولا نخجل من ندعم ما نراه خيرا. طيب بدي أتجاوز. أرجو من إدارة الهدى الإسلامية تقديم برامج تعليمية للغة العربية والقرآن أثناء انتهاء العام الدراسي بأجور رمزية. هذا عندك تختم فيك معناته. ضغط ثلاث دقائق، أنا سامحوني الوقت انتهى. هذا أي سؤال؟ نعم سي. بالنسبة للقرآن الكريم اللي يسوي برنامج بعد دوام، عندنا مشكلة كبيرة بأن الكوميونتي ينظر إلى هذا السكول كمدرسة. وبالنسبة لدرسة الـ 400 طالب فقط، هذا أمر مقلق، فلذلك الطلبات كثيرة لكن الخذلان أشد.